فريق العمل تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا بكافة أنحاء العالم. نحن موجودين دايما من بيروت سيتي سنتر، فإذا كنتوا قراب لنا تفضلوا لعنا لحتى تتعرفوا على ضيوفنا وتمضوا أحلى وأمتع لوقت. أما إذا كنتوا بعاد نحن رح نحاول نوصلكم ونفرجيكم كل شيء عم بيصير عنا هون بالبيروت سيتي سنتر. رح اترافق بهالحلقة أنا وزميلة جويس. مساء الخير جويس. مساء نانسي، كيفي؟ منيحة وأنت؟ ماشي الحال؟ بحلقة اليوم والعالي يعني هلا قبل ما نبلش بالحلقة عملت نانسي هيك وصلة حلوة رح نشوفوها بعد شوي. بداية بحلقتنا رح يكون بضيافتنا الفنان ربيع بارود لنحكي عن آخر أعماله، كما كمان جورج خباز وآخر أخباره بعالم السينما التلفزيون والمسرح، ورح يلتقي كمان مع الناقد السينمائي إلياس دمر. أما هلأ مشاهدينا خلونا نتعرف بهاللمحة السريعة على محتوى حلقة الليلة. ببيروت اليوم، حركة الجسد وعلاقتها بحياتك والآخرين مع دانيا دبيبو، أسرار الرشاقة مع كريستال أبي عاصي. نفتح ملف اليوم الثقافي مع فاتن فاضل ودكتور كريم المفتي. المهندسة ميرا العلم تهدي إحدى لوحاتها لزوار الحلقة. نجول على دور السينما مع الياس دمر ونستقبل الممثل جورج خباز في لقاء خاص، كما لنا وقفات مع الموسيقى، الرقص والأخبار العالمية. كل هذا وأكثر فكونوا معنا. وانتي مني مخجولي بدي
بعض وما بتقولي وعم تولع فيك النار دلعن دلعن أغنيلك وتغلين فيي وأحكيلك حتى أعصابك أديلك دوب قلبك. برافو برافو لربيع بيروت بارود يلي افتتحنا حلقتنا معه اليوم حلقة ببيروت، هالفنان يلي بفترة كتير قصيرة قدر يثبت حاله على الساحة الفنية من خلال أغاني مميزة ومن خلال حضوره اللافت والمميز جدا، ودايما هيك كل ما بيكون عنده شي جديد نحن بنحب نستضيفه وندردش معه. مساء الخير ربيع. كيفك؟ ركض بركض ايه؟ ضيعت ما علينا لو وصلت لعنا؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. ما علينا. مين عبالك تدلع؟ مين؟ عبالك تدلع. هلا هالغنية أول قبل كل شيء خليني اللي كلمات توني أبي كرم يلي أنا بدي أوجه له تحية اليوم. نعم. ودائما هيك توني عنده كلام فرح ومهضوم وبدي يغنج البنت ويلعب له بشعراتها وغنجها هو لكن عم بدلع مش أنت. هلا أنا حبيت الغنية وتبنيتها فيلي بتحب تدلع أهلا وسهلا أنا جاهز. ربيع ما في شك إنه قبل Dancing with the Stars شيء وبعد Dancing with the Stars شي تاني، قديش برأيك هالبرنامج أو هيك نوع من برامج ممكن يخدم الفنان؟ هلا Dancing with the Stars هو يعني انترناشونال شو وبرنامج أصلا ناجح كتير قبل ما يعني الـ MTV يتبنوا هذا الشو، وأنا كان لي إذا بدك الشرف إنه أول سنة كنت واحد من نجوم هيدا البرنامج. نعم. وكتير سعدنا بالانطلاق، يعني الناس بتحب هيك أنواع من البرامج، بتتابع هالأشياء. في ناس اكيد بتعرف ربيع حبته يمكن اكثر بالبرنامج من وراء الريبورتس من وراء هالاشياء اللي كنا نعملها. تعرف عليك يمكن شخصيا اكثر، شافوا كيف انت عاده بشوفوك بالكليب يمكن او على المسرح عم بتغني، ما بتبين انت كاركترك. حبيت انت الرقص ربيع. الناس اللي ما بتعرف يمكن ربيع كانت كمان تعرفت علي، صار عندهم حشريه يعرفوا شو بغني يعرفوا اكثر، وانا يعني on a personal level كثير حبيت الرقص فسالتيني. صار عندي ثقة أكتر مع بجسمي أنا وعلى المسرح كيف أتحرك كيف أرقص كيف، لأنه بتعرف الرقص نحن كفنانين لازم واحد يكون هذا السبورت تبعه ومنعوزة نحن على المسرح. أي نوع رقص أكتر شي حبيته بتلاقي حالك فيه؟ أنا اللي بقلي وقت الستاندرد اللي هو الفالس والأشياء هيك، فيمكن شخصيتي شوي هيك كلاسيك أكثر. على ستيل أغانيك. على ستيل أغانيك، الأغانيك الكلاسيكية والرومانسية اللي تعودنا عليك، ولكن كمان ربيع أنت مفاجأة الأعراس والحفلات، يعني العالم معود عليك بالستيل الكلاسيكي بس تروح تحترق تتفاجأ إنه عندك جو كتير حلو، شو التناقض بشخصيتك؟ رح قلك هيدي الغنية دلعن دلعونا نقلة. اجت نقلة لأنه يعني عدد من المرات تكون بحفلات بأعراس بكونسرت يقولوا الناس انه انت اغنيتك كلاسيكية بتغني مسرح وبتولع الجو، فليش ما بتغني مثل ما بتغني على المسرح؟ هلا انا نقيت هديك السكة الكلاسيكية لانه حسيتها بتلبق لي، بس يعني اجت اليوم دلعن دلعونا لتثبت انه انا بقدر اغني كل انواع الاغنيات، وهيك الفنان لازم يكون يعني من باب التنويع اكيد. طيب ربيع يمكن كمان انت من اكثر الاشخاص يلي موجودين برات لبنان، بتسافر كثير، انه كمان ما نحن بنشتاق لك، وينك هون؟ هلا عندي راس السنه هون بلبنان، رح كون انا باطلال بلازا. نعم. رح تشاركني الفنانه نايا والفنان ايمن زبيب باطلال بلازا، وعندي بسان ستيفان والبترون كمان. نعم. فيعني هون بمناسبات بيكون في حفلات فالنتاين، حفلات تعرف يعني كل شهرين ثلاثه عم بيكون عندي شيء بلبنان، بس مثل ما بتعرفي الوضع السياسي شوي بلبنان وبالمنطقه ككل ما عم يسمح يكون في حفلات كثير كبيره، فعم نكون باستراليا باوروبا كمان بعض البلدان وبالبلدان العربيه محل ما لازم نكون متواجدين. وين كمان يعني وين اكثر شيء عم بتزور؟ يعني هلا عندي تونس، عندي دبي، اكثريته بلدان عربيه، وكان عندي جوله باستراليا قبل، وبفبروري ان شاء الله رح اكون بكندا، يعني بهالجمعه جمعتين بنخلص كل ال برا. شو بيطلبوا منك اكثر اغنيه مثلا بس تكون برا؟ شو بتحس اللي برا بيحبوا الدبكه يعني دبكة. خاصه اللبنانيه اللي فلوا على بيشتاقوا برا لهالنوع من الموسيقى. ربيع ذكرنا بالبدايه انه حضرتك على حدكم شوبت يعطيك العافيه، على كل حال بعدك جاي. ربيع حكينا بالبدايه انه حضرتك اتجهت الى الخط الكلاسيكي،
بتعتبر هذا الشيء تحدي لك أكتر؟ واليوم دلعن مثل ما ذكرت دلعونة هي برهان لك أنه فيك تغني كل الأنواع الموسيقية. سؤالك عم تقولي أنه إذا الكلاسيكي هو أنا اللي بحبه، يعني لما الشخص هو تحدي، يعني لما الفنان بيسلك نوع كلاسيكي بيكون أصعب لإله يوصل من يعني الفنان اللي بيغني كل شيء. مزبوط، أول ما بلشت بيا حب رجعت من بعدها ليل قالوا لي العالم ليش ماشي بعكس السير، انه السوق الفني بده اغاني رئيسه وبده هيك. انا حسيت انه هذا اللون بيلبق لي فاصريت عليه لثبتت حالي، ارجع من بعدها ورجعت لها وعدد الاغاني اللي حبوها الناس، اول فرصه اللي هي اغنيه الاعراس كمان ما ذكرنا. ف يعني اكيد هذا كان تحدي بس هذا اللون بيلبق لي اكثر، وهلا عملت الاغاني البقوي من باب التنويع. ربيع كيف ما نبرم من الاذاعات نسمع ربيع بارود. برايك قديش الاذاعات بتلعب دور بنجاح الاغنيه؟ يعني اليوم صار عصر الصوره والصوت، يعني عصر سرعه، فاذا الانسان ما دعم على التي في وعلى الراديو وعلى بده يكون فل الماركتينج بلان بده يكون عنده، ما رح تنجح الاغنيه. فالراديو بتبلش الاغنيه منه، بيرجع التي في بيكمل مع الميوزك فيديو، بيرجع الماركتينج بلان كله اللي هو الصحافه اللي هو الفنان يتابع كمان المعجبين تبعه على تويتر وعلى فيسبوك وعلى كل هالاشياء اللي انا اكيد بتواصل معهم دائما. حبيت شغله فيه لربيع، هو عم بيقول مثلا المعجبين والمعجبات عيونهم بيتبسموا هيك وفي خجل كانه خجل وشوب. طب ربيع شاب وسيم عنده صوت حلو مثل ما ذكرت، هلا يعني بتكثر المعجبات، قد ايه برايك هذا الشيء ممكن يضيعهم بيركزوا اكثر؟ بتعتبر الجمال نعمه او نقمه؟ ممكن الفتيات تطلع اكثر على الشاب الوسيم واكثر من تلتهي عن الصوت الحلو يلي عنده اياه؟ رح لك شغله، هي اكيد نعمه، يعني الله نعم علي بنعمه الصوت ونعمه الشكل الحمد لله، يعني هذا من الله اكيد. بمحلات معينه الناس بتفكر انه الشاب الحلو انه عم بيغني لانه شكله حلو، فيمكن بتبطل الناس تنتبه انه هذا صوته حلو بمحلات معينه، بس اكيد هي نعمه يعني اذا عند الاثنين الحمد لله. الحمد لله. أكيد. ربيع شو بدنا نسمع هلا منك؟ شي هيك لقلنا بس نحن. شو بدنا نسمع؟ أنا عبالي غني دلعونة بعد. بعد؟ إيه؟ غني. بدكم نسمع غير شي بنسمع بس إنه. اللي بدك إياه. ولا منغني منك تعلم؟ لا منغني. ولا ورجعت لك. حلوة يا بلدي، نحن بنعرف إنه. حلوة يا بلدي دلعونة. ليه؟ بنعرف إنه بتغنيها بطريقة كثير حلوة، خلينا نسمع. غني منك تعلمت، منك يلا. قضيت بحبك زمن، اضحك على حالي. ودفعت بإيدي الثمن، كان الثمن غالي. حياتي وسنيني حدك، حياتي وسنيني حدك عالفاضي عالفاضي ضيع. وقفلت بابي عالهوى، لملمت كل جراح. أخوات أنا نرجع سوا، بدي بقى ارتاح. بعرف مش بسهولة بنسى، وبعرف مش بسهولة بنسى النسيان بده وقت. 100% معك حق، يسلم هالتم. وشو تعلمت هيك من خلال هالمشوار يلي مشيته بالفن؟ شو تعلمت؟ تعلمت انه الانسان لحاله ما بيقدر يعمل شيء. بدي وجه تحيه لباتريسيا اللي وجهه. باتريسيا كل الوقت مرافقه ربيع، يعطيها الف عافيه. بدي وجه لها تحيه اكيد. الفنان من دون تيم حده ما راح يعمل شيء اكيد. تيم ورك هو الاساس. تعلمت انه لازم يكون في خطه واضحه. ما لازم الفنان يرتجل، يعني فجاه يطلع على باله ويغني غنيه ينزلها، لا بده يكون في بلان حاضر، يكون عم يعرف شو عم يعمل. مش هيك ارتجال. والاهم من كل شيء انه يعرف الناس شو بدهم، مش يغني اللي هو بحبه. طيب الناس محل معين غنيت لي انا بدي اياه، هلا عم غني يلي الناس بتحب تسمعه من من ربيع. اوكي قصدك يعني مشان هيك هلا انت اخترت الدلعن دلعونه لانه الناس من باب التنويع، يعني اليوم الناس هيك بتحب الناس تسمع الفنان بكل نعم. يعني كل الانواع، بكل انواع الموسيقى.
ربيع، انت اليوم عم تنتج لحالك، عندك شركة انتاج خاصة فيك ار بي برودكشن، قد ايه بتلاقي هذا الشيء خطوة كمان تحدي بظل الوضع يلي عم يمرق فيه البلد؟ هلا هي ار بي برودكشن هي شركة انا واحد من المساهمين فيها. اوكي. يعني في انا وفي عدد من المساهمين بالشركة حاليا عم تنتج لربيع بارود، يمكن بالمستقبل تكون عم تنتج لحدا تاني، وسائب الاسم يعني سائبت انه ربيع بارود وسائب انه ريثم اند بيت، يعني شوي كانت اسم الشركة بالاول، بس اتفقنا نأسس هذه الشركة انا ومجموعة المساهمين، كان الاساس انه شركة انتاج والبداية ربيع. انا بالنسبة لي مرتاح كتير هلا لانه عم بقدر انا اتحكم باغاني اللي انا بنقيها، والجروب يلي معي مثل ما حكيت قبل شوي هالتيم كتير اشخاص بروفيشنال، كل واحد بيعرف دوره وكل واحد بيعرف شغله. في ظل هذا الوقت لازم يكون عندي شركة انا يعني او انا بنتمي لشركة مرتاح معها، ما اكون مع حدا شوي متحكم فيه بقرارات الفنية. ربيع كمان ما في شك انه انت بتلحن اغاني واغانيك مميزة جدا، كيف عادة بتشتغل على اللحن؟ في شيء هيك جو معين، طقوس معينة بتقوم فيها حتى يطلع اللحن معك؟ طقوس بوع الصبح بولع شمع. لا لكن اللحن هو وليد افكار براس الانسان، قد بيسمع واحد موسيقى بحياته، في مثل يعني راس الانسان هو مثل بيجمع كل شيء موسيقى بتسمعيها بحياتك، قد واحد عنده احساس معين ليقدر يطلع اللحن بطريقه تشبه احساسه وتشبه ادائه، بيكون هذا هو اللحن. هلا ايام بيطلع معي لحن سريع، ايام بيطلع معي لحن كلاسيكي، حسب يمكن المود اللي انا فيه، اكيد حسب الكلام، الكلام بجرني لحن كلام لحن سريع او لحن كلاسيكي. ربيع بتحب الاغنيه اكثر بس تكون انت ملحنها، بتتعلق فيها اكثر؟ دائما بس حيالله ملحن بس يغني الغنيه، حتى لو ما بيغني في ملحنين تسمعيهم بيغنوا الغنيه بطريقه احلى من الفنان، مع انه ما بيبقى عنده صوت، بيبقى عنده اداء مختلف لهيدي الغنيه، فكيف اذا كان هو الملحن الفنان نفسه؟ وهذا الشيء بينطبق على كثير فنانين مثل راغب، مثل عاصي الحلاني، مثل فنانين كبار، هن بيلحنوا وبيغنوا، بس تكون الغنيه لحنهم لالهم بتحسيها ناجحه اكثر. مزبوط. فانا دائما بعتبر احسن نعم. واحد يلحن. بتحب تلحن لفنانين غير ربيع؟ هلا انا سبق وتعاونت مع عدد من الفنانين اول ما بلشت. هلا حاليا شوي انشغلت بحالي، بس مؤخرا في غنيه ما بعرف لازم احكي عنها بس على الطريق يمكن. طلع بباتريسيا. شو باتريسيا؟ في غنية يعني في عدد من الاعمال عم تتحضر لعدد من نجمات الفن الكبار ان شاء الله. نجمه يعني؟ ايه شقره ولا سمره؟ اول حرف من اسمها حنطيه. حنطيه سمره. اول حرف من اسمها باتريسيا. ألف؟ إليسا قال. أكيد إن شاء الله، لكن قريبا نسمع الخبرية كاملة. كاملة أكيد. ربيع طب شو سمعت هيك شيء وحبيته؟ شيء أغنية حبيتها لفتت لك نظرك؟ هيك أنا دائما بس أنسألك شيء بخاف أنسى، لأنه في كتير أغاني هلأ بالسوق حلوة. أو شو سمعت غنية لفتتني لمين؟ لفنانة مثلا أو لفنانة؟ فنانة أو فنانة مؤخرا هلا؟ مؤخرا. او اذا بدك اختار اغنية انت حبيتها. تعبت منك اليسا وسمعنا اياها في مجال. صراحة تعبت منك، هي بالاخر قلبها انا سمعتها بس ما كتير ايه. صراحة حفظت منك حفظها كتير. ايه ما حفظتها كتير بس كتير لفتت نظري يعني اللحن والتوزيع حلوة، هي اغنية كتير حلوة. ربيع بارود قبل ما نختم لازم نسمع منك شي بالاخر. اسمعوا مني شي دقيق. في اطلب طلب؟ اكيد. خليني رجعت لها فيها؟ حبها كثير. كم مرة جرحت بنزواتي وتحملتني بأغلاطي، كل اللي مرقوا بحياتي ولا وحدة فهمت نيتي، ومرت فترة وقلبي معمي وما كنت مقدر هالنعمي، حركات الماء إلها طعمي، شو تحملتني وبشدلة ورجعت لها، رجعت لها طبعا لأنه اشتقت لها، فكرت نسيتها وبالآخر بديت عالدنيا كلها، مع غيرك طار شافتني لا خانتني ولا نسيتني، اللي متلقلال صدقني
الله هداني الحمد لله. برافو برافو ربيع. ربيع بالبداية أنا وعم بقول ثانك يو كنت عم بقول ثانك يو ربيع بيروت مش بارود. فبس بدي أقول لك لا كتير حلوة وهيدا معناتها أنه لازم دايما تكون ضيفنا ودايما هيك تجي لعنا. أنت من أهل البيت بس بلا ما أكون عم بركض بعتبرك طعنا ركض على السريع مرت الجيب تجي قبل بوقت نقعد على وقت مش رفض في عجلة سيارة هذا مش ذنب ذنب البلد يعني شو الحمد لله في حركة يعني عوضنا على كل حال. ثانك يو ربيع أكيد أنا بدي لك كل التوفيق لإلك وبانتظار دايما هيك كل شيء جديد وإن شاء الله دايما بتكون منورنا. ميرسي لك. نحن كنا سعيدين كثير بوجودك ربيع. هلا رح ننتقل إلى بيير كاردان اسم لمع طويلا على ساحة الأزياء الباريسية. يوم باريس كانت عاصمة الفاشن ثم اختفى وبيع داره. المصمم البالغ 91 عام بيعود إلى الساحة بعرض من مطعمه الفرنسي ماكسيمز. منتابع سوا تفاصيل بهالتقرير. بيير كاردان المصمم الفرنسي البالغ من العمر 91 عاما اختفى عن الساحة ومنصات العروض 20 سنة، لكن بيير كاردان عاد وأقام عرضا منفردا لأنه يود أن يعمل على سجيته بلا أي ضغوط ولا تبعية لأحد. العرض أقيم في باريس في مطعمه الشهير ماكسيمز وقدم للحاضرين قطعا تحمل اسم ماكسيمز دو باري لأنه لم يعد يملك حق اسمه، وهي مجموعة حديثة ارتكزت على الرسم الهندسي والنظرة المستقبلية التي طالما اشتهر بها المصمم. ما كان بارزاً في العرض هو عدم وجود أي قيود أو أزرار، فهو أرادها أزياء حرة كما يجب أن يكون القماش ومن يرتديه. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia.
assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Bravo, 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 bravo. برافو لهالصبايا والصبيان اللي كتير حلوين يلي عملوا لنا اجواء كتير حلوه، ما قدرت ما ارقص معهم. اسم الله اسم الله، برافو. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم فقراتنا وفقره اسبوعيه مع كريستال ابي عاصي. ليتس جو ليتس جو. بونسوار كريستال، يعطيك العافيه نانسي. كل انرجي ونشاط حلو هيك جريت. اصلا شفت شو مهضومين الاولاد اصلا، ما فيها عن جد الا ما ترقص معهم. اصلا ثاقبت دايما، عم بيكون انه انا قبل الفقره تبعي عم بيكون في زومبا، ما بعرف ليه. شو حلو مظبطينها. ليش ما انت كمان ترقصي معها لنانسي؟ ما كنت عارفه، سوري نانسي، لو كنت عارفه بدك ترقصي. لا لا بعدها بالاجواء نانسي. نصا اسي بعدني. قال كريستال هاي كيفك؟ جود جريت. الاخبار كثير منيحه الحمد لله. حرقت اللحم بعجين اللي اكلته. شكرا فادتك يا نصا. كريستال عن جد مهضومين، ما قدرت ما ارقص معهم بجنن. وانت كمان كنت كثير مهضومه نانسي معهم. ثانك يو ميرسي كريستال. رقصك كان رائع نانسي، برافو. بتجنن، برافو جدا. كريستال اليوم دايت جديد رح نحكي عنه. يا شو رح نحكي اليوم؟ لانه بعد ما حكينا عن الدايت تبع كيم كارداشيان من تقريبا ثلاث اشهر او ثلاث اجماع، كيف بيقطعوا بسرعه، صار في كثير جاني كثير ايميلز وكثير مسجز من على فيسبوك انه عالم كثير استفادوا والتزموا فيه وكثير ضعفوا. وانا بعرف كذا شخص بالمكتب عنا صح. من التيم مش مصدق حاله قد ايه بنعرفكم. بنعرفكم، عرفتوا حالكم، عرفتوا حالكم. خلص اعرف انه ما عم تضعفوا. ايه سو لانه هيك قررت انه خلينا نعمل فيتشر عن سيلبرتي تاني طلعت بالاعلام هيدا الاسبوع وبينت عن جد قد ايه ضعفت خلال فتره الصيفيه. عم نحكي عن كريستينا اجيليرا. بدنا نحكي عن الدايت تبعها اليوم لانه مختلف كثير شوي، خلينا نقول، عن الدايت تبع كيم كارداشيان بكم شغله. وكمان اكيد معنا حدا بده يعملوا هالدايت، هلا بعرفكم عليها. رح تعملوا للدايت لمدة أسبوع وتنشوف شو صار معها وإذا استفادت وكيف وشو هيك. أوكي. خلينا بالأول نبلش بالصور تبع كريستينا أجيليرا. كيف كانت؟ كيف كانت وكيف صارت؟ أوكي. عنا هيدي البيفور بيكتشر تبعها، هيدي سنة الماضية. هيك؟ إيه كانت هالقد. هلا السنة هيدا الأسبوع، هلا هي ما ضعفتهم بسنة كاملة، ضعفتهم بثلاث أشهر خلال الصيفية. أوكي. بس إذا فينا نشوف هلا البيكتشر تبعي اللي طلعت هالأسبوع. واو لكم. ضعفت 25 كيلو هي بتقول. واو. بمدة 3 شهور يلي هي مدة الصيفية. هيدي هالصورة اتخذت هيدا الأسبوع بالAMAs الأمريكان ميوزيك أوردز، والعالم انصدمت لأنه كانت مخباية كريستينا أجيليرا. صار لها فترة أخذت بريك، صار لها أخذت بريك لأنه هلا تعمل سربريز للعالم. مش بس هيك، هلا الشيء الحلو فيها إنه أوكي كيم كارداشيان نصحت لأنه حبلت، بس كريستينا أجيليرا صار فيها مشكلة معظم العالم بتصير معهم اللي هي كانت ستريسد، اللي معظم العالم اللي عم يحضرونا اليوم بتصير معهم، اللي ايه عصبت، صار انعجقت بحياتها، بطل عندها وقت تهتم بحالها، بلشت تاكل، نصحت. اوكي. سو والشيء المهضوم انه طلعت هالاسبوع وحكيت انه وقتها كان عم بيوجهوا للصحافه انه انت اديت اول ما بلشت تنصح، انه هي عم تنصح صارت تاكل اكثر، سو وقعت بهيدي السيركل اللي معظم العالم بيوقعوا فيها. هي بتكون عم تاكل عم تشعر باحباط كمان، يعني ما انا قادره اللي هي عم شور. اذا حدا عنده مشكله بوزنه بيعرف شو هيدي الشغله، لانه الواحد بصير بفش خلقه بالاكل بس بيرجع على نفس المشكله على نفس السيركل، يعني بفش خلقه بالاكل فبيرجع بحس حاله انه اكل فبيزعل فبيرجع بياكل. سو سو حلو انه نشوف انه السيلبرتيز المشهورين مثل كريستينا اجيليرا اكشلي عندهم نفس المشاكل اللي نحن عندنا واكثر يمكن كمان مرات. مزبوط كمان لانه عندها هي بريشر اكثر، ما عندهم برايفسي، ما عندهم حياتهم، ما في عيشه حياتهم. مزبوط. وعندها بريشر اكثر لانه اذا نصحت 5 كيلو دغري بيطلعوا الاعلام بيقولوا ايه بركي حبله بركي يي ما ادري شو صاير عندها ما ادري شو صاير. خلينا بلش لكم بهيك بطريقه على شو قائم هالرجل. زخطوره شو فيه؟ اول شيء كريستينا اجيليرا قدرت ضعفت. أوكي. وقفت كل شيء ابيض، يعني سكر، يعني ملح، ويعني طحين ابيض، ابتعدت عنهم ابتعاد كامل ومتكامل.
تاني شغلة رح تزعل، رح يزعلوا معظم العالم خاصة انه انا زعلت انه وقفت الالبان والاجبان كل شيء دايري. وانا كتير بحب اللبنة. اوكي انه انا ما عندي لانه بحبها بس انا شو اكلت يعني مش انه شافت شو اكلت اخر شيء. وقفت كمان الفواكه لانه فيها كتير سكر. شو وقفت؟ الفواكه لانه بتحتوي على كتير سكر خاصه الفواكه العاليه بالسكر. اوكي هلا عم بلش افكر شو عم تاكل كريستينا. الخضره عم بلش افكر انه شو عم تاكل. يلا وقف كريستينا بلش بالاشياء. شربت مي بس ايه وعايشه تضايقني بعطي كتير اصناف اكل قعدت على المي. وقفت الخضره كمان الخضره اللي بتحتوي على كميه سكر. وقفت سوري الخضره اللي بتحتوي على كميه سكر كتير عاليه. روقوا علي يا عمي. الخضره اللي بتحتوي على سكر كتير عاليه يعني البطاطا والجزر والكورن. اوكي وكمان وقفت اللحم الحمراء والتشيكن. اوكي هلا قبل ما بلش لكم وخبركم شو اكلت، ما انا دائما عندي سربرايزز انتوا بتنسوا. قبل ما اخبركم شو اكلت رح نتعرف اول شيء على روبا يلي هي مشتركه معنا. روبا يلا اهلا وسهلا بروبا. هاي روبا. بونسوار روبا. سالو كيفك؟ كيفكم انتم؟ ماشي الحال الحمد لله ماشي الحال. روبا بس اخبركم روبا اوريدي بتعمل عندي دايت وروبا اوريدي صارت ضعفانه 28 كيلو بمده 7 اشهر which is great. بس روبا مثل معظم العالم يلي بيعملوا دايت وبيوصلوا لمحل بلشت تزهق. بيوصلوا لمحل بيزهقوش شوي شوي مش كذا شوي. انا هديت لحظه مش لكم انا هددت هيك مجبوره تقول شوي. لا خليني اشوف بس من شو زهقت. زهقتي يعني من نوع الاكل اللي عم تاكليه؟ لا مع كريستال في كتير تنوع بالاكل ما بتحسي حالك عم تعملي دايت بس انا دايت ككل. اسم الدايت فكره الدايت هي مزعجه. ايه وبدي شيء جديد لانه قرب كريسمس وهيك. ف انا بعرف شو حلويات. لا كثير بتاكلي شوكولا. مش محرومه عن الشوكولا ابدا. كل يوم شوكولا مع كريستال. اوكي شايف الدعايه شايفه. انا خليكي معنا فيني ابقى بلا شوكولا ابدا. تعي كل سبت. تعي كل سبت روبا بشرفك. روبا كانت مجربه تعمل دايتس من قبل اي جس ومش ماشي الحال وتضعف وتنزع. هلا انا تقول لكم اللي جبتها معي اليوم. اول شيء لانه اقتنعت لانه انا العالم هيك بجبرهم تيجوا يطلعوا معي على الهواء. اول شيء اقتنعت بكتير سهوله. ثاني شيء روبا لانه معظم الجيران والعالم والاصحاب مفكرينها انه مدري شو عامله مش صح؟ مفكرين عامله شيء غير الدايت. ما بيصير ما عملتش عمليه يمكن لحتى اللي ضعفت هيك which is غريب لانه ليه يعني انه مش فيهم واحد انه ما ضعفت بشهرين ثلاثه عم تقولي بظرف 7 اشهر هلا يعني من هينين الكميه اللي ضعفتهم اكيد بس انه في وقت كمان الاكل يلي عم باكله مش مصدقين انه هيدا للدايت. صح معك حق. كميه الاكل اللي بتاكليها مع كريستال كثير يعني ما كانه عامله دايت. طيب كريستال شو الدايت يلي عملتي لها اياه؟ في شيء نوع معين؟ هلا نحن اليوم عم نحكي عن الدايت تبع كريستينا اجيليرا. بس عاده انا اكيد ما بخلي حدا يعمل دايت منزلينه عن الانترنت ولا دايت بكتاب او بمجله او بشيء هيك. عاده الشخص اللي بيجي لعنا بندرس له جسمه بندرس له نوعيه الميتابوليزم تبعه وبنشوف شو الدايت المناسب لانه مثل ما عملنا مع روبا اول مره اجت. بس اليوم لانه ما في كثير عالم مش كل العالم بتقدر تروح عند حكيم تغذيه ومش كل العالم مضطرين حبينا نعمل هيك شيء سريع بتستفيد منه روبا وبيستفيدوا منه العالم اللي عم يحضرونا. هيك شيء سريع للعالم اللي ما عندهم مشكله صحيه للعالم اللي ما عندهم شيء بروبلم صحي ممكن يخليهم انه ما يعملوا حيلا دايت فيهم يستفيدوا منه. سو واي نوت مش صح؟ شو رايك؟ اكيد ليش لا. بعدين لازم دائما انا شهر ديسمبر هو شهر الاحباط بالنسبه لي ما في حدا ما بيزعب اكيد. قلت انا خلينا نبلش شهر ديسمبر هيك بشيء شوي قاسي نضعف لنا هيك كم كيلو حتى بابا نويل. بابا نويل بنصحوا كثير. ما في بابا نويل السنه ما في لحتى ما ينصحوا كثير بوقت العيد ولحتى نفوت على السنه الجديده ضعفانين. بيروح حلو لنوصل للصيف نكون واصلين للهدف اللي بدنا اياه. اكيد هيدا اهم شيء. اكيد وهيك للعالم يلي صاير فيهم مثل ما صاير بروبا يلي بدهم بوش وبدهم شيء هيك على السريع بيقدروا يستفيدوا مثل ما هي ان شاء الله رح تستفيد. اصلا هي رح تقلنا اذا رح تقدر تعملوا للدايت. انا قلت لك كوني صريحه يعني كريستال بدنا نعجل شوي لانه الوقت عم بدهن. هلا روبا بلشي انا مخبيت لك هولي افتحي لنا اول شغله تنحكي عن شغلتين اساسيه بالدايت تبع كريستينا اجيليرا. دايت وافوكا. افوكا الافوكا. كريستينا اجيليرا بتبلش نهارها روبا بنص افوكايه مثل هاي الافوكايه الموجوده قدامك مع انه الافوكا بيقولوا بنصح كثير. صح بس الافوكا بيكون بيحتوي على اوميجا 9. اوكي بنعرف بيحتوي على اوميجا 3 بس كمان بيحتوي على اوميجا 9 والاوميجا 9 كثير مهم لحتى تحافظي على نضاره وجمال وجهك.
مهضومه لحتى لانه اذا انت لاحظتي انها ضعفت بس ضعفت وضل وجهها كثير حلو صح. سو الفكره هي انه اكلت افوكا لحتى تحافظ على نضاره وجهها وجمال وجهها بنفس الوقت الافوكا بيحتوي على جود فات يعني الفات اللي انا دائما بقول انه الواحد لازم ياكل منه لانه بيسرع الميتابوليزم بخلي الواحد يحرق ويضعف اسرع اوكي ثاني سر لحاله صباح هيك لا بس مش حقلكن هالمرة رح قلكن مرة التانية اوكي هول الشغلتين الاساسية بالدايت تبع اوكي تاني شغلة القرفة القرفة وين اوكي عود القرفة عود القرفة هيدا القرفة شو كيف رأيك انت بتحب القرفة القرفة شو القرفة طيبة طيبة هلا كريستينا أجيليرا بتقول انه هي بالنهار بتشرب على القليل فنجان قهوة وبتحط له ملعقة صغيرة قرفة مطحونة لانه القرفة حسب دراسات عديدة واجدد دراسة عملت بفرنسا هالسنة بينت انه القرفة ملعقة صغيرة بالنهار تقدر انه تقطع القبلية وتخلي الواحد ما يلقمش سو واي نوت هول الشغلة هول السرين الأساسية تبع كريستينا أجيليرا بالدايت okay. تبعها لأنا وياك حكينا عنه تحت الهواء ورح نفسره مرة تانية للعالم on detail وديتيلز ومعلومات هيك بس هالمرة رح نعطيهم هيك بريف اوكي سو بتعدينا رح تلتزمي فيه أكيد قدي رح تضعفي نحن اتفقنا 4-5 كيلو إن شاء الله إذا مش الحال تشارطوا هلا بحس بتشارطك بعد أكتر سيس سيس شو كريستينا أجيليرا أحسن منا يعني ثالث شغلة شو في شي كمان ولا هيدا لا وانت قولي قرفة هيدا القرفة قرفة قرفة قولي السرين الأساسية بالدايت تبع كريستينا أجيليرا بس هيدا هو اللي بدك تقولي لا هول اليوم رح تحكيتي لنا عن أفوكا والقرفة جمعة الجاي نكفل أكيد جمعة الجاي رح نفرجي روبا قديه ضعفت ورح نعطي الدايت ان ديتيلز شو صار وكمان رح تخبرنا هي شو صار فيها اذا تضايقت ما تضايقت يعني انا قلت لها تقول الحقيقه بالنهايه تنشوف اذا قدرت تعمله بس ليه مش حتقدر تعمله اكيد رح تقدر تعمله اكيد اكيد ايه. هلا هون على التي في ما فينا نقول ما فينا نعمل في لا هي بنحب هيدا حقيقي العالم عم بتشوف يعني هيدا بس نحن عم نختبر اذا هيدا الدايت اللي هي عملته منطقي ام لا يعني أوكي. اذا هو عن جد قديه نزل تقريبا هيدا الدايت هي من المفترض روبا تجي المره الثانيه على القليل ضعفانه 3 كيلو لانه ديفرنت سيستم عن السيستم كل جمعه 3 كيلو يعني تقريبا لا مش كل جمعه 3 كيلو بس اول جمعه عاده لانه هو الدايت مختلف عن الدايت اللي هي ماشي عليه هلا سو لازم انه يعطيها بوش نتيجه لازم تضعف على القليل 3 كيلو ان شاء الله انا اي هوب انه اكثر ربع جسمها هين منه صعب يعني وهي وقت تحط براسها بتحط براسها طيب للاسبوع اللي جاي خليكم عم تاكلوا افوكا وقرفه حتى نشوف شو النتيجه رح بتكون لجمعه الجاي كريستال اهلا وسهلا فيك ثانك يو لكم ثانكس ميرسي كريستال نشوفك الاسبوع الجاي ان الله راد رح ننتقل او رح نضلنا بعالم المشاهير رح نحكي عن كريستين ستيوارت يلي بتكتر الادوار الناجحات والرجال وبتصنع اخبار الجرائد والمجلات ولكنها كمان وين ما تكون بتخلف مشاكل وراها شو جديده خلينا نشوف سوا بهالتقرير كريستين ستيوارت ستعاود العمل مع المخرج روبرت ساندرز في فيلم درامي بوليسي 90 تشيرش هذا طبيعي بعد نجاح فيلميهما سنو وايت وذا هانسمان لكن الدراما ليست هنا فقد كشف الشهر الفائت علاقة روبرت بكريستين مما أدى إلى طلب زوجته ليبرتي راس الطلاق منه رغم 16 سنة زواج وولدين بينهما أما كريستين فقد عاودت العلاقة مع صديقها القديم روبرت باتنسون ودعته لتمضية الأعياد برفقته بعد فراقهما بسبب علاقتها بروبرت عائلة روبرت مستاءة جدا وتطلب منه العودة إلى بريطانيا وتؤكد أن كريستين لن تسمح له بالابتعاد عنها وأنها فعل سيء بالنسبة له روبرت لم يقل كلمته بعد ولكنه شهد برفقة كريستين وهو ربما يأمل بنسيان الماضي والتواصل مجددا معها ربما لحين بداية تصوير فيلمهما الجديد
برجع بوجه تحية لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلأ لمتابعة فقرتنا. رح نحكي رح ننتقل إلى لغة الجسد، وضعية الوقوف والجلوس، تعابير وجهنا وغيرها من أمور منعيشها يوميا ما بنعرف قد ايه بتأثر على نفسيتنا وأدائنا بالحياة. عن هذا الموضوع رح نحكي مع اللايف كوتش دانيا تديبو. أهلا وسهلا بدانيا. كيف بنستعمل جسدنا لنسعد ولا ننجح هو موضوعنا لليوم. ليكي ما عم بعمل موديلين كنت، بس كنت بدي فرجي البوز العجيب اللي بدنا نحكي عنه اليوم. حلو. كنت عاملي بوز اسمه وندر وومن. هلأ منرجع يلا خلينا نبلش نحكي بشو بدنا نحكي اليوم. هلأ تشوفي دايما بنحكي انه قديش البادي لانجويج بتساعدنا لحتى نعبر عن حالنا، ونقدر نقرأ اشخاص عادة من البادي لانجويج تاعتهم. اللي في كتير ناس ما بيعرفوا انه نحنا فينا نستعمل البادي لانجويج لحتى نأثر على قدرات عقلية عنا وعلى حتى حالتنا العاطفية. هون بدنا نبلش. دخيلك دخيلك علمينا. يعني اللي علمينا دخيلك. اللي عنده إحباط، اللي عنده قلة ثقة بالنفس، هيدا بدنا نحكي اليوم انه كيف في يغير بحركات جسمه ليصير يطلع من الإحباط، ليصير مبسوط ولحتى يكون عنده ثقة بحاله أكتر. اوكي يلا منبلش؟ منبلش. شوفي هي حركات الجسم عادة نعملها لا شعوريا ولا إراديا. الحيوانات عنا إذا بتتذكري الغوريلا، الغوريلا كيف بيقعد؟ بيقعد هيك فاتح جسمه، ما هيك بده يعطي وهرة، دايما بيطلع هيك النظرة الفوقية. أوكي. اللي بيكون عنده اكتئاب، حالة اكتئاب أو حاسس بالضعف، كيف بيقعد؟ بينزوي على حاله هيك. أيوة بينطوي. انطوي نمسي لخلينا نشوف هيك انطوي. انتو دايما بتقعدوا ايه قد ما بنهرب يعني ايه. تعرفي انه اذا بتضلك قاعدة بهيدا البوز بيفرز عندك شيء الكورتيزول اللي هي ستريس هرمون، هيدي بتساعد انه عرفت الاكتئاب يزيد. يعني في ناس حتى مرات بيتركوا حالهم بهيك حالة فترة طويلة، بصيروا بيتمرنوا على الاكتئاب لحديت ما يتقنوه كتير منيح، بصيروا شاطرين. بينما إذا بتغيري قعدتك مثلا أو بتغيري نفسية جديدة، مزبوط. هي في حالتين، مرات بتقعدي ببوز بتصير بجسمك بيفرز شيء اسمه تستوستيرون. أوكي. الهرمون تبع اللي بحسسك بالقوة وبالفوقية. كتير عملوا أبحاث. هلا بدنا نحكي إشياء علمية. هول القياديين بيفحصولهم مثلا هيدا التستوستيرون بجسمهم، بحسوه في عنده درجات عالية، مثل اللي بيكون عنده حالة خمول أو كسل هيك بيكون الكورتيزول عنده عالي. سو نحنا بدنا هلأ نحكي عن وضعيات الجسم اللي بتخلي هالتستوستيرون يزيد لحتى تزيد ثقة. يلا هيدا البوز العجيب اللي عم بدي كنت عم ترجعي تعمليه دانيا. زيحوا من الدرس لكم. يلا لا شوفي تمرنا. هن الموديل بيوقفوها جد. الموديل كيف تمشي؟ بتمشي بكتير ثقه، خاصه بس توقفها هيدي بالاخر بتعليلك راسها جد كثير حلو. هلا في بوزات تانية، والمعلوم انه في ابحاث تساوت بهارفارد وبرينستون بس ليشوفوا قديش تاثير هيدا البوز. طلع انه بتعرفي دقيقتين بس بتاثر عليك، بتغير المعدلات، بيعلى التستوستيرون وبيوطى الكورتيزول اذا بس دقيقتين وقفتي هيدي وقفه الوندر وومن. حلو. اللي بيكون عنده مثلا برزنتيشن او جوب انترفيو بده يحس بهيدي الثقه. أوكي. في كذا حركه فينا نعملها مثلا. اوكي. تتخيلي انت المدير، هذا هو اللي اكثر شيء بيصوروهم بامريكا، كيف بيقعد بالمكتب الباص هيك. حسب كيف اللي بيكون كثير مرتاح على وضعه، اللي بيكون كثير كول هيك يا يعني هيك. سوري بس انه بحطوا كمان اجرين ما اخذنا الكاميرا مان هيك. شوفوا انا بدي اطلب من المشاهدين بليز معلي تعاونوا معنا وطبقون هولي شغله، بس راقبوا كيف كنتوا قاعدين قبل وخليهم يشوفوا يعملوا هالحركات شوي معنا. اوكي كل وحده دقيقتين. اذا بدنا نعمل هيدي الست لايك اباص جويس قاعده معنا هيك هيك يا تخيلي اجريك بدك اجر مرتاحه اجر وراسك لفوق مرات تعدي على شط البحر هيك رايت مش غلط ايه
شوفي أوكي. اذا منطول بالنا دقيقتين جد معدلات هيدي التستوستيرون عندك بتزيد. عملوا ابحاث لناس قعدون هيدا البوز او وقفوهم ذا وندر وومن بوز او هلا بشرح لكم في بوزات تانية. نفسيتي اللي حسيت نفسيتي ارتاحت بكم ثانية كيف بعدين احنا قعدين فكيف اذا طولتي ليش وعليا مبطلة هلا بتعرفي في بوز تاني لحتى تزيدوا معدلات التسجيل. هلا ما بعرف المشاهدين يعني اذا عم بيشوفونا على التي في او على كمبيوتر او على اي شيء يوقفوا هيك كيف المدير بيعمل هاي هيك اوه بفوقيه بيكون عم بيحكي صح وبهز راسه صح مالك كل شيء يعني بده نقاط على حروف دقيقتين بس خاصه اذا عم بيطلعوا مثل ما نانسي عم تطلع هيدي هيك ايه هزي براسك اوكي عايش الدور كثير انا عم خاف خلصت شغلي انا عم خاف شفت حالك كثير علينا هلا ايش الامريكان هيك بيعمل صح بس ما هيدا بتعرفي بيسيق جسمهم بصير بيساعدهم يحطهم بهيدي الحاله المتاهبه اللي انه هن حاكمين هن قياديين يا أوكي. هلا اللي قاعد على الكنبايه وعم يحضر التي في خليه يتفرفد شوي اوكي يعني يحط ايده انا عم بتخيل في كنبايه هون يحط ايده هيك بس مش عم نسمعك دانا حط الايد هيك ما تسمعوني هلا عم نسمعك الايد الثانيه هيك كمان دقن مرفوع واذا فيكم تعملوا هيدول الاجرتين هيك على الطاوله ما فينا كمان. ما في كاوتش يا ليكن انسي خلص يا ما عم تزبط معي وبتسمو بدك تحطي معلي اجريكي فوق هلا شوفي هولي بكم دقيقه بس الواحد بيقدر يعكس نفسيه احسن أوكي. هيدا مزبوط. الجسم اللي مفتوح يعني دائما ليش من احدى مدار التليفون وانه الواحد يضله كل الوقت معلق بالتليفون ويقرا كل شيء على التليفون تليفون بتحمليه هيك أوكي. جسمك مسكر على بعضه ولا شعوريا بيكون الواحد عم ينحل كمان بده يشوف اوكي وجع رقبه يا هيدا بيعمل فعلا احباط واكتئاب وبيعمل كسل بهيدي الوضعيه بيكون الكورتيزول عم بيضخ ستريس هرمون عم بيضخ مشان هيك بيقولوا لك انه ما الواحد يطول كثير الافضل يقعد الواحد ايديه مفتوحين دائما يعني خاصه اذا عنده شيء فكره بده يجرب يستوعبها يقعد يفتح ايديه يعني بيقولوا لك اشتغلي على كمبيوتر لابتوب بس خلي ايديك مفتوحين اثنين هيك بصير هون بتزيد عندك الكرياتيفيتي بصير بتسحبي اكثر اللي يعني عم ينحكى قدامك هلا المشاهدين عم اذا فتحوا ايديهم حيتذكروا كل شيء ونحن بنعرف حالنا بنكون عم نشتغل هيك ايه؟ بس نتعب بدك عم ناخذ نعمل هيك نرجع نشتغل مزبوط بنحس انه ما هي ايه بتغيري الوضعيه هيك حتى شغلي معك حق فيها انا بس كون قاعده مرات بالنص هون مجرد ما اقعد وحط ايدي هيك عن جد الجمله اللي عم بقولها بحسها بتطلع 100% مزبوطه مني مزبوط وبس كون هيك بصير افكارك حرف هيك انت لاحظتي شو عم تعملي بايديكي كمان هيدي كمان لغة الجسد لما الواحد عم بيستعمل بإيدي أنا لما برجع بشوف حالي على التي في كيف بحكي مش معقول شو بحرك إيدي افتكرت شغلي منيحة بس بعدين إنه في ريسيرش معمول إنه اللي بحرك بإيديه هو عم بيحكي خاصة إذا عم بيستعملهم مزبوطين يعني إذا عرفت بيوصل مساج أسرع بيصير عم بيسهل خاصة إذا عم بيحكي بإشياء متجردة الأبستراكت عرفتي لما بتصيري بتخصصيها وبتعمليها هيك بخانات بحركات إيديك هيك بتكوني عم بتفتحي مجال لتفكيرك يصير أوضح وتصيري أكثر عم تفكري بمنطق عم بتعوزي كل الذاكرة اللي عندك بيجوا الأفكار سو هيدي حركات الإيدين كمان إذا هي فن يعني منا كتير بطالة في كتير مثلا مرات قبل كنا حكينا انه اللي بيكون عابس نانسي شي مرة قعدتي راقبتي حالك كيف عم تبكي على المراية كيف شو عم تبكي على المراية ياي انا وصغيرش كنت ابكي على المراية
كنت اتفرج على حالي كان يقولوا لي وقف كلك ولا بلشت شوف بس تبرت نفسي مذكره شيء انت كان يزيد البكاء ولا كان يزيد بيزيد اكيد بيزيد يعني عم بتشغلي جسمك زياده عم بتشغلي نظرك انه عم بشوف حالتك المأساوية بس هيك بتصير تسالي حالك طب انا ليه عم زيد اذا بطلع بحالي عم ببكي ليش ما عني عم ببكي زياده وبكره دموع انه حرام انا فعرفتي يعني هولي عم بتشغلي كل حواسك لتساهمي بالبكاء بينما نانسي عبسي هلا لشوف وجربي انت وعابسه تحكي بنفس الوقت لا لا جويس لا كيف بدك انا عبس وقت عبسه هيك ايه تحكي هلا انت وعابسه ما بتزبط ما بتزبط نووي مستحيل اللي بيكون زعلان افضل شيء يتصنع الضحك انا قبل قلت لكم على هيدي ابتكار الالم يعني هيجا هجعك هيدا عطى تعبير انه انا تمي مفتوح يعني انا عم ببتسم صح صح اوكي اذا بخليه شوي معدل دقيقتين هلا كل ما طولتي كل ما احسن اكيد بيعطي رساله لدماغك انه انت سعيده هيدا حركه الوجه اللي هي من احدى لغات الجسد بتعطي الرساله لدماغ انك سعيده بيفرز الهرمونات تاعو للسعاده نحن عنا اياها هيدي موجوده بالتي في انه دائما ضلنا هيك شو ما كان عنا شو ما كان في براسك كم مره بتكوني تعبانه وما قادره وبتكوني عم بتجبري حالك تضحكي ما فيك تعبسي بوجه المشاهدين اكيد لا وبيجا بيتغير المود تاعك مزبوط اكيد ايه يعني مرات بتكوني فايقه ما لك مزبوط تجي مجبوره تضحكي ما فيك تعبسي بوجه حدا تلاقي حالك خلص بتضحكي خلص بتطلع إيه؟ من اللي انت فيه منشان هيك لازم نستعمل هيدا جسدنا لنعكس الحالات اللي احنا عم نحس فيها مرات كتير بيجي لعندي ناس مثلا عندهم شعور بالخمول بالكسل بيقول لي مش عم انا كتير من اللي بيامنوا بالاكسرسايز قديش هو مهم انه طبعا بتساوي الاكسرسايز ما هي ساعه الاكسرسايز بتدخلك كل الكيماويات براسك مزبوط. اللي بخلوك تصير مبسوط بيقول لي ما عم بقدر ما عندي انرجي ما هو لازم يخلق الانرجي ما هو مرات بيفكر ما عنده انرجي بقول له فيك بليز تقوم بيقوم بقول له نط 5 مرات اوكي بيقول لي ليه بقول له نط هلا بدي افرجيك بنط 5 مرات بقول له كيف قدرت تنطن هول اذا ما قالك جلادي لك جلادي مرات كثير بنقعد بننطنط بالمكتب لغير لهم نفسيتهم ليعرفوا انه هن بيقدروا بس ما اخدين القرار وفعلا كثير مرات هيدي شويه تنطنط هي بتاثر كثير علي وبيقولوا لك لما بتضخي هون في عندك شيء اسمه دايفرام الطلعه والنزله الطلعه والنزله الطلعه والنزله بتفضي لك السموم بتفتح مضخات هون بالجسم نحن جسمنا فيه سموم بشيلهم بيصيروا بينزلوا السموم بيرجع لك النشاط منشان هيك كمان نصيحه للمشاهدين اذا فيهم حطوا موسيقى وينطوا شفتي شي مره حدا بالديسكو عم بيرقص وهو زعلان اكيد ما بتصير ما بتصير اكيد لا بس بينسى زعله ايه فمنشان هيك هو الاشياء يعني اشياء بسيطه بس فيها تغير لنا كثير نفسيتنا فيها تعطينا احساس بالقوه اكثر شيء نحن بالمجتمع بيعلمونا كستات انه نقعد وندب اجرينا وندب ايدينا عرفتي لحتى انه هيدي تعطي بس ليش فكرك لحتى نحس انه نحن اضعف من الرجل معلش عم نحكي هون هلا كان بدي اقول لك اياها ايه كان بدي اقول لك اياها ايه لا هيدي وفعلا بتحسسنا هيك كثير بتشوفي اذا مره مثلا قاعده فاتحه اجريها انه هاي اخت رجال ايه بس هيدي للست بتكون حاسة بالقوة هذا التستوستيرون ضخخ بقوة بيكون لما بيكون الجسم مفتوح فإذا منضلنا متنبهين على قعدتنا كيف قاعدين نجرب نفتح دايما نقوم نتحرك لأن هيدا التحرك هو اللي بيساعدنا هون بتكون حياتنا أفضل بتعطينا ثقة بتغيرنا المزاج بتحسسنا بالقوة وبتسهلنا حياتنا كتير فخلينا نستعمل جسمنا كمان لحتى نغير فكرنا
حلو كتير. ثانك يو دانيا، يعني نيالي اللي بيشتغل معك ونيالي اللي بيعيش معك. انا هلا استحضرت حياه الحلقه حلوه وهيك سعيده، وعم بدنا نسعد حالنا بالقوه، ما عندنا خيار. انا كتير مرات بيقولوا لي نيالك انت كتير مبسوطه، بقول لهم انا اي دونت سمايل بيكوز ام هابي. ايه ام هابي بيكوز اي سمايل، يعني بايه اذا بنضحك بنحس بالسعاده، مش لانه يعني مبسوطين عم نضحك كل الوقت. خلينا نعكسها. ثانك يو دانيا، كل مره هيك كل فقره احلى من فقره بتكون. ثانك يو مشاهدينا، رح ننتقل احنا وياكم لنسمع جوي اشقر. D'hiver, je pourrais te retrouver le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai, car j'ai vu l'oiseau voler. J'ai vu l'oiseau, je sais qu'il partait, je l'ai entendu pleurer, le bel oiseau que le vent chassait. Je voudrais tout te donner, mais toi pourquoi ne me dis-tu rien? Quel est-il mon grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. Moi, vois-tu, je peux lui raconter combien pour toi je sais qu'il a compté. Si un jour tu m'écoutais, tu apprendrais ce que je sais. L'oiseau part et puis revient, tu le verras peut-être demain. Si jamais je rencontrais ce bel oiseau qui s'est envolé, s'il revient de son voyage tout près de toi, le long du rivage, moi vois-tu, je peux lui raconter combien pour toi je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, l'oiseau jaloux, je l'ai deviné. L'oiseau part et puis revient, tu le verras peut-être demain. شكرا لجوي أشقر، يعني شو هالصوت الرائع. جوي موهبة جديدة وصغيرة بعالم الغناء، بدي رحب فيك جوي. بونسوار. كيفك؟ شو الصوت الرائع؟ جوي تبلش الغناء بهالعمر صغير، مين شجعك؟ أول 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 شيء أمي هون. أمك معك مجالة تحية أكيد. كتير كبيرة. بتضلها تشجعني من وقت ما بلشت غني لهلأ، كل شيء كل شيء، وبتساعدني بكل شيء، يعني كأنه مانجر أسيستانت وكل شيء. حلو. في كمان الشيف دو لاكورال عندنا، هو كتير يعني من الأول هو اللي قال إنه عنده شيء بصوتي. سو هو اللي بلش قال لأمي إنه هيك، وبعدين ما كمان تساعدني. طب تفضل كفي. في كتير ناس بيساعدوني أكيد، كل عائلتي، بي، أمي، أصحابي. حلو. إيه. طب من أي متى اكتشفت جوي إنه عندك خامة صوت حلوة؟ بأي عمر كنت؟ وين كنت؟ كنت عم تغني؟ خبرني. بلشت أول شيء بكورال تبع المدرسة. فتت على الكورال انه لقيت انه كورال ما كان عندي بمدرسه قديمه، فتت اشوف كيف كانت الاوضاع، انه كان حلو.
اجا كانوا يعملوا تستات بين الصفوف، اجا قال لي انت لازم تفوت على الكورال لانه عندك شيء بصوتك اللي رح نجرب ننميه. مسيو بيير ساميا الشيف تبع الكورال هلا بعده بيمرني، وبعدين جيت على الكورال وحكيها لامي قال انه عندي صوت، وكملت لهلا بعدني معه من وقتها فتت مع عمري كان 8 او 9 سنين لهلا بعدني معه. حلو. طب جوبي شو انواع الاغاني اللي بتحبها؟ يعني سمعناك عم تغني بالفرنسي، بتغني كمان انجلش، بتغني عربي، ايه. شو هيك الاغنيه الاحب على قلبك؟ غنيت كمان اسبانيول مره للسفره تبع الامريكا اللاتينيه، غنيت لهم من كل السفره، و انه انجلش كل ثلاثتهم كثير بحبهم، بس اكثر شيء فرنش وانجلش، انه اول شيء لانه انجلش صار هلا اكثر شيء بيسمعوه، فرنش انه فيه هيدا الانسيان بس انه عنده شيء كثير حلو، وعربي بيناتهم ما بحبهم كثير العربي. ما كثير بتحبهم؟ لا. طيب شو بدك تسمعنا هلا؟ عربي؟ انت اللي بتحبه. اغنية هيك بتحبها كثير غير اللي سمعناها هلا. كان في غنية بالعربي وهلا كمان بقدمها لرئيس الجمهورية إذا عم بيكون عم بيحضر، إيماني ساطع، أكيد كلكم سمعين فيها. أكيد. إيماني ساطع يا بحر الليل، إيماني الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني ولا بيتعب إيماني، أنت اللي ما بتنساني، أنا إيماني الفرح الوسيع من خلف العواصف جاي الربيع، أنا إيماني الفرح الوسيع من خلف العواصف جاي الربيع، وإذا كبرت أحزاني ونسين العمر التاني، أنت اللي ما بتنساني. برافو برافو جوي. أكيد نحن كمان بنوجه تحية كبيرة لرئيس جمهورية لبنان. جوي أنت بعدك صغير، عمرك 14 سنة وبتغني، بتحب كتير الغناء، ما بتخاف الغناء ياخدك من مقاعد الدراسة؟ لا، إنه أنا بعملها كإنه إذا بكون منيح بالدراسة، لأنه كأنه أول شيء في أعمل أولوية عندك الدراسة وموهبة هي الغناء، الدراسة بعدين الغناء. طب خبرني قد ايه بتتمرن بالاسبوع وكل هالتفاصيل؟ انا كل جمعه عندي كورال، بس وقت كنت صغير كنت بكورال تبع نوع حاتم، هي كمان عملت لي كثير كونسرات لشانتوغي دو بيروت. اوكي. كنا يعني مرات اجي مخدي لاتمرن مع الكورال تبعها، بس هلا لانه عم بيرجل صوتي ما فيه. طيب جوي قبل ما اختم معك بدي اسالك، في حفلات كتير شاركت فيها من مهرجان البستان الى حفل رعاية وزارة السفارة القطرية بالدوحة، خبرني اكثر عنهم وخبرني شو مشاريعك اذا في حفلات رح تقوم فيها بالمستقبل. اول شيء تبع قطر كان عمري 10 سنين، وهيدي وقت السنة اللي عرفتها لنوع حاتم، كان هي بتعرف واحد كمان اسمه توني بايع ونقيني الي تروح على قطر تغني. اوكي. تمرنت مع ثلاثة كمان كانوا معي وسافرنا على قطر وغنينا لسفير الثقافة. حلو كتير. وكيف كانت التجربة؟ قد ايه مختلفة التجربة عن الأشياء اللي بتعيشها بلبنان؟ ما بعرف. تجربة جديدة يعني عم قول، تجربة بتختلف عن اللي بتعيشه بلبنان. ما عم غني أصلا هلا كتير بقى، إنه تيكون خلص بقى يصير منيح بقى صوتي تا ارجع اقدر كمل على البروجيكت الكبار. اوكي. طب وهيدا شو يلي حدك ميدالية؟ سنتي الماضي انا بيسموني لو غانيون دو لا شانسون فرانكوفون 2013. اوكي. خلينا نبرمها بس تعطيني اياها. وي هيدي الميدالية بتقول انه انا اللي ربحتها للكومبيتيسيون، ويعني بين كل المدارس الفرانكوفون تبع ب 2013 انا الغانيون تبع شانسون فرانكوفون 2013. حلو كثير جوي، نحن كثير كثير كنا مبسوطين فيك اليوم. ميرسي. وهلا كمان رح نرجع نسمع صوتك بعد شوي. اوكي. مشاهدينا هلا رح نتوقف مع بريك وبنرجع بنتابع باقي فقراتنا، خليكم معنا.
Ay, mujer, no sé lo que voy a hacer contigo. Me tienes la cabeza hinchada con ganas chiquitiquitiquitiqui. Esta canción es para las mujeres que están locas en la cabeza. Los primeros. Tú me gritas, me azotas, me botas en la casa. Estás mal de la cabeza. La cabeza. Eres una celosa, siempre envidiosa. Eres una peleona. ¿Ahora qué? Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Yo quiero paz, vete. Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Yo quiero paz, vete. Bye, bye, bye. Yo, pass me the mic, man. This goes nuts. Ya, déjame tranquilo. Dame paz, yo te pido. Tú me tratas como un niño. Tú me gritas y me das con el cinto, me molestas. Siempre protestas, te pido espacio, pero no me dejas. Nadie te gusta, pa' que lo sepa. Mis amigos dicen ¡tremenda fresa! No está correcto, no, siempre ignoro eso que estoy diciendo. Lo tengo aquí, no más no puedo. Y no el tipo para estar soltero. Tú me gritas, me azotas, me botas en la casa. Estás mal de la cabeza. Eres una celosa, siempre envidiosa. Eres una peleona. Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Yo quiero paz, vete. Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Quiero paz, vete, bye, bye. La víctima inocente, que lo que te hace mía como siempre. Te recuerdas de todos los años que nos trajo mucho dolor, mucho daño. Pero antes éramos inseparables, hoy tú eres muy despreciable. Este destino es inevitable, tu mala crianza es insoportable. Ya, chica, no puedo aguantar, tanto problema ni puedo contar. Me hace sentir que yo soy criminal cuando lo que yo he hecho es solo amar. Es muy difícil para complacerte, no es fácil para mantenerte. Mucho dinero, mucho llorar, ya el amor no se puede curar. Cáscala, ya basta ya. Mami, dale, vete. ¡Fua! Tú no vales nada, ya no puedo más. Mami, dale, vete. ¡Fua! Me gritas, me azotas, me botas en la casa. Estás mal de la cabeza. Eres una celosa, siempre envidiosa. Eres una peleona. Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Yo quiero paz, vete. Ahora vete, voy a dejarte, vete. No puedo más, vete. Yo quiero paz, vete. Bye, 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 bye. Aquí está vida para destruirte. Mira, ese nena ya fue condena porque estaba jugando con mi amor. No vale la pena morir de pena. Ahora mira, nena, busqué otra mejor. ¡Maldita! Eres una vampira, me chupas de la vida, haciéndote la víctima. Eres una tremida, pues mira, ya no quiero verte más la carita. Ahora agarra tus maletas y la cadena de mi vida. Ahora vente, voy a dejarte, vente. No puedo más, vente. Yo quiero más, vente. Ahora vente, voy a dejarte, vente. هالرقصة الرائعة من الزومبا من تصميم بترا أبي نادر يلي عطونا اليوم جو كتير مهضوم بحلقتنا. رح ننتقل لفقرة بدنا نحكي فيها عن القراءة. اليوم بعالمنا العربي في نقص بالقراءة، ليه وشو هي الأسباب؟ موضوع رح نضوي عليه مع زميلنا يلي بحب رحب فيه ترحيب خاص، طلال درجاني. كيفك طلال؟ مرحبا. أكيد صار المشاهدين كلهم بيعرفوك، انت على طول بيقروا اسمك كمان بالجينيريك مع فريق الاعداد. ثانك يو جويس، ميرسي. حلو، انا كثير بحب اشوفك كمان هون معنا على طول. ميرسي ميرسي. بقول مثل ما كنت عم بتقولي طبعا جويس، نحن اليوم رح نضوي على موضوع كثير حساس عم بينطرح مؤخرا بالعالم العربي كله، هو قصه القرايه. يقال وطبعا بيتفق عدد كثير كبير من المثقفين العرب انه في تراجع مرعب بنسبة القراية بالعالم العربي مقارنة مع الدول الأوروبية أو غير دول. فنحن طبعا إيماناً من أكيد ببيروت على ضرورة الإضاءة على هذا الموضوع لكثير حساس، بسنة نستضيف معنا فاتن فاضل صاحبة المركز الثقافي العربي وفراس الخطيب مدير الإعلان باليونسكو. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. أهلا وسهلا فيكم. فراس، حضرتك طبعاً مدير الإعلام باليونسكو. يقال أنه شعب يقرأ إذا شعب يعيش.
هل هي المقولة تنطبق اليوم بالعالم العربي؟ يعني هاي المقولة ممكن تنطبق بالعالم العربي، بس نحن بنقرأ مواضيع القراءة ممكن تكون أكثر بالسياسي، بالمواضيع بعيدة عن الثقافة والعلم. فظهرت مؤخرا عديد من الدراسات اللي بتشير أن المواطن العربي بيقرأ ربع صفحة بالسنة أو بيقرأ يعني بضعة أسطر سنويا، بالمقابل الناس بأوروبا بيقروا 35 كتاب بالسنة. قد تكون هاي الدراسة فيها شوية مبالغة، لا تعتمد على الدقة. بالنسبة لمنظمة اليونسكو اللي عندها مركز إحصائي عالمي موجود بكندا، ما في شيء بيشير لكمية وحجم القراءة. بس لو نظرنا اليوم حوالينا، يعني نحن الآن بمول كبير أو مجمع تجاري، ما في شباب قاعدين عم يقروا بكتاب أو بمجلة أو حتى على الإنترنت، رغم أنه زاد اشتراك الوصول للإنترنت ازداد كتير بالعالم العربي بآخر 5 سنين وصار أعلى من المعدل العالمي. صح. ولكن يبقى أنه ما هو المواضيع، ما هي المواضيع اللي عم نقراها اليوم وحجمها. فاتن، يعني اليوم تراجع نسبة القراءة بالعالم العربي، هو دليل شو؟ هل هو دليل للأسف، يعني عم بسأل هيك، هل هو دليل أمية؟ هلا بالمطلق ما في نحكي عن تراجع قراءة، يعني في بعض الأسواق نحن من رحلة بيكون الجيل الأول اللي بيقرأ، أهلهم ما قريوا وهن اليوم عم بيقروا. يعني بدنا نكون أنه نشوف كمان أنه في مش بس انه هيدي النظره نعطي انه الناس ما عم تقرا، بس في شيء اكيد 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 نحن لازم كشعوب عربيه نشتغل عليه، لازم تصير عنا عاده القراءه. والاستاذ فراس هلا حكي عنا هيدي الشغله، نحن كثير فينا نشتغل عليها، انه هيدا الولد من لما بربوه اهله ليصير قارئ، بدنا نشتغل على هيدي عاده القراءه اللي نحن بمجتمعاتنا مش موجوده. هيدا الشيء كمان يترجم بالتنشئه التربويه بالمدارس كمان. هلا في كذا عامل، يعني اكيد بتبلش الشغله بالبيت، ما فيك انت تستنظر انه ولد صغير من اول نهار انه يحب يقرا، في بدك تاخده من ايده، تاخده على مكتبه، تشتري له اول كتاب، تاخده على معرض، تفرجيه قد ايه انت مبسوط، اخده عم بتورجيه اصدارات جديده، تعمل له مكتبه بهالغرفه، انه هيدي الاشياء ما انت بتجي فيها على العالم، انت هيدي بتتعلمها من اهلك. اول شيء اكيد دور الاهل بالبيت اهم شيء. اكيد في بالمدرسه المعلمه بتحسسهم انه هيدا الكتاب متعه، مش بس مصدر معلومه، ان انت اذا قريت مثلا امير الصغير هي بدك تتعرف على هالشخصيات الحلوه، بدك تحببيه بالقصه اللي عم يقراها. هيدا الجهه دي كثير مهمه، ويكون في مثلا مكتبه بالمدرسه يعطوها الولد مثلا يعيروه كتاب على الويكند يروح فيه على البيت يرجعه، كل هيدا اشياء بتشجع. في اشياء بتصير تعملها وزارات الثقافه، بنوع معارض نحن مرات بتكون وزاره الثقافه عاطيه للطلاب ولتلاميذ المدرسه كوبون بيجوا فيه على المعرض بيستبدلوه بكتاب، يعني هيدا انت بتشجعي انه يروح على المعرض ويختار كتاب. هيدي كل الاشياء نحن فينا نغيرها، وطبعا دور النشر انها تطرى على الاسواق مستوى معين من الكتب اللي تحبب الناس انها تقرا. هل نحن اليوم بالتراجع، هو طبعا التراجع هو كثير كبير وكثير مرعب، بس في طب نحن اليوم نشوف في تناقض مفروض يمكن نركز عليه، نسبة حاملي الشهادات عم بيزداد، نسبة المتعلمين طبعا هي بحالة ازدياد دائم. طب ليه فإذا عم نحكي عن تراجع بالقراءة وعن زيادة كتير كبيرة بالأمية عند الشعوب العربية، كيف بتفسره في راس، كيف بتفسر هذا الموضوع؟ يعني لو نظرنا لهالجدول اللي هو بيشير ل كمية عدد الأميين بالمنطقة العربية، في عنا بالرغم أنه كتير دول تخطط حاجز الأمية وكافحت الأمية وصار في نسبة عالية من المتعلمين، لكن لازلنا نعاني من تراجع بسبب النزاعات والحروب وحرمان الأطفال من الذهاب إلى المدرسة. فالقرائية يعني قراءة، معرفة القراءة والكتابة، مع أنه ازدادت من سنة 2004 على اليوم، يعني زاد عدد الناس المتعلمين، لكن في عنا ظواهر سلبية مثل ترك المدرسة مبكراً.
عدم اليونسكو تسعى من أجل مجانية وإلزامية التعليم بالمرحلة الأساسية، يعني أول 9 سنين بحياة الطفل مفروض تكون مدرسة مجانية ومتوفرة. ولكن في راس طبعا تعقيبا على كلامك اللي هو كتير مهم، في دول أوروبية عاشت نزاعات كمان كتير ضخمة مثل ما عم بتعيشها حاليا الدول العربية، ولكن بالمقابل نسبة القراء أو المثقفين على العموم ما خفت. هل هذا الشيء مرتبط، ممكن يكون مرتبط بثقافة معينة أو بنوع من الجهل المعين بالعالم؟ يعني أكيد الثقافة بتلعب دور كبير. نحن باليونسكو بنركز على التعليم المبكر أو الطفولة المبكرة من عمر 0 إلى 8 سنين. هاي فترة كتير مهمة بحياة الإنسان لأنه عدد الخلايا الذهنية اللي بتكون موجودة أكبر من أي فترة بعمر الإنسان، فأي شيء بتعلمه الطفل. والإنسان كائن اجتماعي يقلد الأبوين والبيئة اللي عايش فيها، فإذا أنا وعيت على الدنيا ووجدت أنه الأباء والأهل بيمارسوا عادة القراءة فرح أشرب هالعادة وتكبر معي. بس في غياب يمكن يكون للقراءة، الناس بتقرأ أخبار السياسة، بتقرأ الأخبار الأمنية، ولكن لا نجد كثير من القراءة المواد العلمية والثقافية والمدرسة. كمان ما بعرف إذا هاي حتطلع قريبة على التلفزيون، بس أنا بتكفل بهالموضوع. إذا نظرنا لعدد لكميات للأموال اللي تخصص للبحث العلمي والتطوير وعدد الباحثين بكل دولة، نجد أنه بالدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان في 5080 عالم أو باحث لكل 1,000,000 نسمة. نحن عنا بكل الدول العربية 136 شخص مقابل 1,000,000، واللي هي طبعا أرقام مرعبة نسبة للعدد بالدول العربية. حتى لو نظرنا للصادرات التكنولوجية أو الصادرات اللي لها علاقة بسلع تكنولوجية، نحن بآخر يعني في عنا أقل من 1%، بينما دولة مثل كوريا الجنوبية بتصدر فوق 60% من صادراتها إلى علاقة بالتكنولوجيا. طب أستاذ فراس وفاتنا، إذا بدنا نحكي عن الأسباب كمان يلي عم تمنع نحكي من الأطفال إنه يقروا اليوم، في درس كتير عم ينعطى بالمدارس، يعني عم يوصلوا على الويك أند الأولاد، عم نحكي من شيء ملموس، عم يوصلوا على الويك أند عم يدرسوا، ما بيكون بقى لهم جلادة يفتحوا كتاب ويقروا. بس هون أنا برجع بقول إنه هون نحن بدنا نحسس الطفل إنه الكتاب مش عنده بس دور عملي نجيب معلومة، ما الكتاب متعة. لما أنا بحسسه إنه الكتاب كمان درس، صح، بس الولد اليوم بينطر يخلص درس قد ما بيكون عنده درس ليروح يلعب أو يمكن ما بعرف يقعد على الكمبيوتر، مع إنه كمان حتى الإنترنت اليوم من خلاله بيقرأ أشياء كتيرة يستفيد من. بس نحن بنشتري الكتاب مثل ما بنشتري مثلاً اللعبة، أكيد نوع معين من الكتاب، أنت بدك تحببي ما هو طفل، بدك تحببي إنه شيء يمتعه. يعني إذا بده ينشاف الكتاب كدوار بزيادة يمكن إيه ما يحس إنه يأخذ هو البريك أو فرصته عم بيقرأ كتاب، بس بالآخر كمان في طريقة أنت تحبب الولد أكيد صح بالقراءة. تفضل. بالإضافة إنه نوعية التعليم في عنا خلل أو مشكلة بنوعية التعليم أو أساليب التلقين بالتدريس. يعني بالرغم انه ممكن نلاقي 80% متعلمين بالعالم العربي او النسبة عم تزيد، الا ان المخرج والناتج من عملية التعليم لما طلابنا ينافسوا طلاب العالم بالاختبارات الدولية للقراءة والعلوم نجد انه نتائجهم من يعني باخر الاحصاءات، ولكن ما في حتى بقراءة اللغة الأم نجد طلابنا متراجعين، بالعلوم والفيزياء والرياضيات متراجعين فيما لو قارناهم بالمعدل العالمي. صح. أستاذ فراس وفاتن، حصل منا على الموضوعية بالطرح، توجهنا إلى معرض الكتاب الفرنكوفوني اللي استضافته بيروت من فترة، واستشرنا أيضا 4 اختصاصيين عن موضوع القراءة بالعالم العربي. منشوف سوا التقرير ومنتابع. توجه للناس انه عم تشتري كتير كتب طبخ مثل ما عم نقول،
لانه في تدهور للقراءه بشكل مش طبيعي. يشتروا كتب طبخ احسن ما ياخذوا كتب فيها كثير فلسفه وجع راس، لانه بعتقد في كفايه وجع راس بالبلد. بالحقيقه انا عامل ريسيرش، يعني في عندنا نسبه قراء تقريبا 14%، و14% يعني بيقروا كمان كتب طبخ وفي ابراج، ونحن ما عندنا هويه ثقافيه بعد. اذا بتشوف الجامعات من هلا لل 2015 2020 ما راح يقعد في كتب، اذا التدريس هيك الباقي صار لوكس. النخبه موجوده انما الجيل الجديد ما عاد يقرا لانه صار يقرا على الانترنت. تقلك يمكن مثل ما عم تقول في ناس عم تتجه للطبخ، بس اوغزمون في ناس عم بتحب بعد الكتب بالليتيرير والشعر. أسعار الكتب شوي خيالية، كل شيء جاي من برا أكيد عم بكلفك دوبل. الدولة أكيد إذا بيقدروا يساعدوا أكثر ويروجوا الكتب أكثر ويعملوا شي طريقة يرخصوا يدفعون أقل تاكسز بيكون أكيد أحسن. كمان الكتاب الأجنبي أكيد غالي لانه عم يجي من برا بالاخر وفي عليه تاكس، وهيدا الكتاب باللغه العربيه هو كتاب مقبول سعره. احنا عندنا ازمه اصلا اقتصاديه ومأسرع الكتاب. لا مش كتير غالي، بس منا مدروسه بصوره شجع الناس يشتروا. الان نحن نتحدث عن ما يسمى خطأ بالربيع العربي وننسى حقيقه مهمه، وهي اين هو المثقف العربي وأين هو الكتاب العربي الذي أصبح ضحية من ضحايا هذه الثورات. ولا خيار إلا أن نناشد الوزراء الثقافة العرب بوجوب دعم الحقيقي للمثقف العربي وللكتاب العربي. وشكرا. استاذ فراس، وفاة يعني ذكرنا قبل عامل الانترنت، قد فينا نقول اليوم انه الانترنت لعب دور سلبي بهالاطار؟ لعب دور سلبي بالقراءة، بتراجع القراءة. يعني ممكن تكون عامل ذو حدين، يعني ممكن تكون تلعب دور سلبي ببعض الاحيان، بتضيع الوقت وما بيستطيع الانسان يكرس وقته للقراءة، ولكن ايضا هي البديل الرخيص ل غياب الكتاب. فالإنسان يقرأ معلومات عامة، معلومات ثقافية، معلومات متنوعة عبر الإنترنت. الأمم المتحدة بسنة 2000 قررت أنه تخصص، يعني تضع كل مطبوعاتها وإنتاجها الثقافي مجانا على مواقع الإنترنت للأمم المتحدة. صرنا ما بقى منروح مننبش على كتاب دغري، منفوت على الإنترنت مننبش على موضوع معين ومنلاقيه. هون بتروحي على الدور العملي للشغله، يعني بدك معلومه بكليك بتلاقي المعلومه، بس لما تقري كتاب بكثير تثقفي اكثر كثير، يعني بيعطيك انفتاح فكري، بتطلع على افكار المؤلف بعمق، يعني الشغلتين كثير كثير بتختلف. يمكن الانترنت كثير منيحه لتجيبي كمصدر معلومات، يمكن كثير منيح، بس ابدا ما بتعود انه الواحد يطلع كتاب وابدا. فاتن، في طبعا احصاءات تنشر سنويا. نعم. كان بالعالم العربي او بلبنان اخرها تشير الى انه نسبه لا باس بها من العرب واللبنانيين بيشتروا كتب طبخ. نعم. على حساب كتب تثقيفيه او سياسيه او فنيه او موسيقيه، شو السبب برايك بهيدا الواقع؟ يعني ليش العرب عم بيتجهوا إلى شراء كتب طبخ على حساب نوع أنواع كتب أخرى؟ هلأ مش بالضرورة، يعني أكيد أنه صار في رواج أكثر لهالنوع من الكتب. في ظاهرة كتير قوية بالعالم العربي اللي هي سين أون تي في، أنه أنت بس تشوف شاف على التلفزيون شو ما كان هو طبخه بدك تروح تشتري هيدا الكتاب. هيدي يمكن بتأثر، بس ما بعتقد شي عم بيصير على حساب شي. هول ثقافة الناس عم بيحضروا تلفزيون ويشتروا هالأشياء. نعم. أبدا مش ذات الناس، أو يمكن مرة تشتريهم زيادة عن كتاب فكر، بس ما بعتقد أبدا هيدي الشغلة بتعود في فئة من الناس انه بعدهم بيشتروا دراسات عميقة، بيشتروا روايات حلوة، ويمكن انه يزيدوا. ولكن هيدول قد ايه بيشكلوا من المجتمعات العربية؟ بيشكلوا اقليات. اكيد اكيد انه هيدا النوع من الكتب يمكن مع الاسف انه بينباع
دائما بتصدر قائمة أحسن المبيعات أكثر من كثير من كتاب يمكن إنه عن أسئلة وجدانية وهيك أكيد صح. هيدا شيء الحلو بفاتر إنه على طول هي وعم تحكي عن حيالها شيء بدك تضلك تقول لا أحبوا الكتاب يعني حبوا القراءة أكيد فعلى طول من خلال حديثك عم تدعي لأنه هي متعة هي إذا بدنا الواحد إذا بدنا إنه نحن نصير نقرأ بدنا نعيش هيدي التجربة اللي هي صح. ممتعة انه الكتاب مش انه انا عم بعمل انه واجب زيادة بنهار لا انا عم بهرب عشي اجمل عم بستمتع اسم فراس بتحب تضيف شيء يعني دايما الشعوب اللي بتعاني من اوضاع اقتصادية صعبة او تراجع للتنمية تجد انه صرفها على المنتجات الثقافية اقل من شعوب الاخرى ويمكن يكون كتب الطبخ أرخص من غير كتب بس في تراجع لطلب على الكتاب الكتب اللي بتنمي الشخصية كتب اللي بتعزز المهارات الحياتية والكتب الثقافية والعلمية عموما نعم أنا بضيف بس فكرة هون إنه هيدي كتير متداولة إنه الناس ما بتقرأ لأنه كتاب غالي بالعكس تماما شفنا ببعض البلدان بأوروبا مع الأزمة الاقتصادية من الاشياء القليله اللي نميت مع الازمه النشر لانه يمكن اليوم الكتب بالعالم العربي معظمهم بين $5 و$10 هيدا باي بلد عربي سعر وجبه سريعه هيدا صح. كتاب انت بتقرا جمعه او جمعتين بالعكس ارخص من اي شيء فيك انت تنبسط فيه او تستمتع فيه بغير شيء يعني طب اخر سؤال استاذ فراس وفاتن اليوم مثل ما ذكرنا بالأول شو فينا نعمل لنخلي الولد يحب القراءة من الأول ولكن نحن كأفراد وجامعات ومنظمات شو فينا نحن كيف فينا نزيد نسبة القراءة يعني هي بالنهاية القراءة أو العادات عادة القراءة هي عادة مكتسبة نكتسبها من البيئة اللي بنعيش فيها البيئة لما يكون فيها التوتر عالي فيها نزاعات ممكن تغيب هالأمور وما راح تكون من أولويات الإنسان بس دايما التنمية مرتبطة بالتعليم الأمن والأمان مرتبط بازدهار ثقافي فبتأمل أنه نستطيع أن نعي كشعوب نوع على حالنا ونلحق بركب العالم من ناحية التطور الثقافي حلو كتير أستاذ فراس الخطيب أهلا وسهلا فيك وفاتن فاضل نحن كنا سعيدين كتير بوجودكم طلال أنا كتير انبسطت بوجودك بتحب تضيف شيء أخير أنا لا بس بحب طبعا أشكر أستاذ فراس وفاتن وأنا بوعدكم طبعا رح نشتغل ببروجرام ببيروت طبعا حرصا منا على نقل وآية ممكن تكون أيام مؤلمة أو حتى حلوة مرة بالجمعة تنحسنا 100% على أمل نعمل إضاءة على مواضيع تكون بتهم جميع مشاهدي ببيروت إن شاء الله يا رب أهلا وسهلا فيك عن جديد طلال مشاهدينا متوقف مع بريك ومنتابع باقي فقراتنا خليكن معنا متابعة ببيروت رقصات الزومبا اللي شفناها اليوم هن من توقيع بترا بنادر مساء الخير بترا هلو مساء الخير سبا وانتو شو هالاجواء الحلوه اللي عملتي لنا اياها اليوم عن جد بالفعل اجواء مميزه جدا بترا انت مش اول مره بتكوني معنا نحن سعيدين ان رجعنا استضفناكي خبرينا شو شفنا من هالولاد الصغار اليوم اكيد اليوم عملنا بيرفورمانس زومبا ليش تغير شغله وحده بالزومبا انه كان سبار تبع الاولاد صغار اسمه زومبا توميك أوكي. وهلا ريسنتلي من شهر تغير صار اسمه زومبا كيدز وزومبا كيدز جونيور ذا ريزن انه تغير لانه كانوا عم يسمعوا العالم زومبا توميك ما يعرفوا ليه اسمه زومبا توميك سو الشركه قررت انه يعملوا شيء اهين للعالم انه بيسمعوا زومبا كيدز بيعرفوا للولاد دغري بيفهموا انه للولاد مزبوط زومبا كيدز للولاد اللي بيتراوح عمرهم من 7 سنين لل 11 سنه وزومبا كيدز جونيور للي بيتراوح عمرهم من 3 سنين ل 6 سنين بس قد ايه صعب انك تشتغلي مع اولاد صغار يعني بتعرفي الولد
صعب انك تخليه ينضبط بفرد مطرح ويرقص ويعمل الحركات. خبرينا كيف تقدرتي وصلتي للشيء اللي شفناه اليوم؟ ميرسي. بتعرفي انا محظوظه، عندي اولاد، اول شيء كاركترهم ما معقول شو مهضومين، منضبطين، لانه بصف الزومبا في تكنيك بستعملها. ما بنعيط على الاولاد اكيد، بس بنعطيهم ريوردز دائما، اذا عملوا شيء منيح بيطلع لهم شيء، سو بضلوا ناطرين كل الصف انه رح يطلع لهم شيء، في شيء رح يصير، whether it's a game, a zumba game, حلو. Whether it's candy maybe، كل مره بغير لهم شيء. بس الحلو فيه انه بيجوا بينبسطوا، بيعملوا سبور، لانه الزومبا كيدز هو سبور منه رقص. صح. وبذات الوقت ديفولمون لهم اكتيفيتي، بيعملوا حركه حلوه وبينبسطوا كثير، لانه اتس فن، في جيمز مثل ما قلت، في رقصات، في شويه، هلا عم فوت انا شويه فتنس فيها. يعني بنعمل ميبي هيد ستاندز اخر الصف، بيجوا على الصف اول وناطرين وين ار وي غانا دو ذا هيد ستاند، سو بيتعلموا يقفوا على ايديهم اجريهم بالهواء. حلو حلو. سو شوي بدربهم. صفهم قديش بيكون وقته؟ قديش مدته؟ الوقت ساعه ساعه تيكونوا اجوا، بنعمل لهم وورم اب شوي، بنبلش بالزومبا، واخر الصف بيكونوا ناطرين، يمكن بدنا نعمل رولي بولي، يمكن بدنا نعمل شوي يعني جيمناستيك. مش بتعرفي مش هينه، يعني انا مره رحت على زومبا وضعت، مش قليله هن يلي عم بيعملوا. ليش يعني رغبانين الصف وقديش مبسوطين لحتى اللي عم بيعملوا الرقصه من اولها لاخرها؟ مزبوط، بيعملوها من اولها لاخرها ومبسوطين. هيدا الحلو بالزومبا كيدز، انه بيكون الولد مبسوط عم بيعملها، منه بالقوه عم بيعملها، اكتيفيتي مبسوط، بينطر وقت الزومبا تيجي. شو حلو. بقى هيدا الحلو. والصف كيف عم بيكون بالويكند هلا بما انه في مدرسه ولا كيف؟ مقسمتهم الاولاد، زومبا كيدز جونيور كل نهار 4 الساعة 5، لانه بخلصوا بيروحوا على البيت، اكيد الاهالي اعمارهم صغيره الان. والاكبر شوي زومبا كيدز بكون نهار الجمعه الساعه 6. طيب شو في هيك شيء مشاريع جديده بالزومبا؟ يعني شو عم تعملوا؟ شو في رقصات جديده عم تعملوها؟ على طول في رقصات جديده، في انواع من الموسيقى جديده، كل شيء انترناشونال، بدل في شيء جديد يطلع، يعني على طول. انا خصوصا صفوفي بالزومبا ادولت كلاس اللي بعطيهم للكبار للادولتس، بدل في شيء جديد، لانه بدل غير الموسيقى، بدل غير ستايل، بفوت شويه فتنس بالصف، والساعه والصف بيتراوح ساعه 60 دقيقه معي انا. بترا بتحسي انه يمكن البنات بيرغبوا اكثر الزومبا عن الصبيان، ولا بلشوا في شباب يحبوا الزومبا ولا حسوا لا انه لا ما خصنا؟ حسب الشخص كيف بيفهمها، بس بيتو بيريز اللي طلع بالزومبا شاب، يعني لو ما حلوه للشباب ما كان يمكن كان طلع بغير شيء، بس المفهوم تبع الزومبا شوي العالم عم تفهمه انه رقص. عم يجينا كثير تليفونات هيدا صف رقص، بقول لهم لا هيدا صف سبور. بس هيدا بيرجع للمعلمه او الاستاذ اذا عم بيعطي اكثر فتنس بالصف، اذا عم بيكون شوي تف على التلاميذ، حسب ستايل. حسب اذا كان تف، يعني هون في شباب بيروحوا على هالنوع من الرياضه، واذا كان هو اصلا طابعه للاسف دموي. فيلم عنيف جدا، بس فيلم رائع للمخرج الدنماركي نيكولاس فاندي جريفن اللي شفناه ب 2010، فيلم ما بيقل روعه، اللي هو درايف، مع نفس الممثل اللي انا بعتبره ستيف ماكوين الجديد اللي هو راين جوزلينج. وكمان شفناه هذيك السنه ب بليس بيوند ذا باينز. فيلم كثير حلو، بس في عندي نقطه صغيره عليه للاسف، يعني انه يمكن ركز اكثر على الفيلم ميكينج، على تجربة سينمائية من المادة السينمائية. هذا الشيء كتير يعني سهل انه يقع فيه يمكن المخرج، بالرغم انه الفيلم يعني انا بعطيه 3 نجوم على 5، رائع، بس بنحب نقول لهم للكل انه عنيف جدا. يعني من النقاد والناس اللي كانت تحضر الفيلم بكان جورج، في كتير ناس قامت وقفت وغادرت الصالة، وانا وقت بحضره بالعرض الاول هلا بمهرجان السينما الاوروبية بسوفيل، يعني مش يمكن قد النسبة قد كان، بس بحب اقول لكم انه في ناس وقفت مشيت. وبنوصل لمشهد فعلا قاسي، بيقوم يعني حتى الممثل اللي هو اسمه تشانك بالفيلم اللي هو بيكون بطل التاي بوكسينج، بيقول لهم whatever happens do not open your eyes، وفعلا نحن عم نشاهد فهمنا اللي قال لهم هالجمله. ندعي المشاهدين اللي بده يشوفوا تجربه سينمائيه جد، يعني عن جد حلوه مرئيا يحضروه، بس بده يكون قلبهم قوي، قلبهم كثير قوي. يعني اقسى من تارانتينو؟ أقسى من تارانتينو ليك أنا كثير. أنا يعني سؤال كثير مهم، لأنه وقعت بمقارنة أنا وبحضر الفيلم، أنه تارانتينو ولا فيلم رفن؟ تارانتينو يمكن العنف تبعه مهضوم، بضحك مطارح، مهضوم. معك حق، بفوت شوية هيومر حتى يخليه شو يكون أرتستيك أكثر، ويمكن تقبده عالم أكثر، مع أنه جدا عنيف. شفنا إنجلوريس باسترد كان عنيف، وجانكو أنشيد وغيره، كل بيل مثلا، كل بيل بالجزئين رائع. يعني عند نيكولاس فاندي جريفن يمكن أنه الطابع الدرامي شوي مؤثر، صح، في يعني بتضطر تحس ايام بتطور مجرك، ما رح تتحمل المشهد قدامك. جورج صوب، اي نوع افلام بتميل؟
أنا بحب الأفلام الإيطالية صراحة. إيطالية؟ كل شيء هيك في أجواء إيطالية. رومانتيك. لأنه بتشبهنا أول شيء. لا بتشبه الإيطالية بيشبهونا كتير. صح. إن كان على صعيد الأشخاص الأفراد أو على صعيد الجغرافيا يعني. صحيح. نفس الطبيعة تقريبا وبتصور مش هيك نحن نشبه بعضنا كذهنية. لازم تحكي إيطالي تصير. عم جرب عم بتعلم. فمشان هيك يعني متأثر جدا بالأفلام الإيطالية خاصة أفلام تورناتوري أفلام روبرتو بنيني أفلام في كتير أفليني إلى آخره أنطونيوني في كتير أفلام أنا بحبها للطليان بس بحب الأفلام يلي هي شعبية بس بنفس الوقت عندها قيمة فنية كبيرة يلي شوي غادي إذا بدك من هالنوعية طب أنت وين مع الأفلام الرعب ولا أفلام الكوميدي أكتر أنا أفضل البلاك كوميدي صراحة يعني الكوميديا اللي إلى الهاتفة يلي بدها توصل شيء بدها توصل رسالة لا الرعب ما كتير يعني فضل أحضره بالبيت هذا إذا كفيته يعني ما كتير بيستهويني هالنوع من الأفلام الكوميدي حسب أي أنواع أي كوميدي يعني في يعني في صعب واحد ليضحكك جورج في عدة مدارس أنا بالنسبة لي من بعد تشارلي شابلن صراحة ما إجا حدا هيك عبى العين مثل ما لازم بالكوميديا والقلب في جوش خبيز فينا نقول خليلي ايك صدقيني لانه بدي كنا عم نحكي هذيك ساعة انه جورج انه هيدي شغلة مهمة وفي كتير ناس يمكن بلبنان ونقات شبهوه بتشارلي شابلن مزبوط اكيد هلا شغلة مهمة وشرف عظيم بس بحب اقول شغلة انه تشارلي شابلن مع كل الركض اللي عملها والجنس ركض هلا بعدنا عم نحكي يمكن جورج تفوق بنقطة معينة جورج سمح لحاله انه يكون بفيلم غدي من اخراج حدا تاني لانه تشابلن هذيك مره عم نحكي بنوا رفض يمثل حتى ما يكون باداره مخرج تاني غيره في اكيد في نقد على هذا الموضوع في ديبا كبير بس انا بحيي لجورج وبحيي اكيد مخرج غدي هلا بنحكي عن الفيلم اكيد امين دورة اكيد طبعا يعني قد ايه جورج بيحاول يضحك الناس بس مش الكل بيقدر يضحكوه يعني هيدا الشيء كمان بيفرجي قد ايه انت عم تتعب على شغلك طبعاً. حتى توصل الرساله اللي عم تحكي فيها حتى بالكوميدي طبعا طبعا اكيد لانه الكوميديا بقمة الجدية لازم تنشغل وإلا ما بتوصل لكل الناس صحيح يس بما أنه عم بيدهمنا الوقت يمكن نضطر أنه نخلي الفيلمين يلي بدك تحكينا عنهم للأسبوع الجاي فينا أو فينا بس نقول كلمتين سريعين بس كلمتين على السريع دليفري مان فيلم كوميدي كتير مهضوم أوكي. أكيد يحضروه وفي عنا كان تريلر لهاو تو ترين يور دراجونز 2 هذا اكيد فينا نشعر مرقوا ليحي انا في 2014 نحكي عنه اكثر انت رح تبقى معنا بالفقره الثانيه مع جورج خبيز اكيد مشاهدينا رح نتوقف هلا للحظات قليله مع الاعلام نرجع نتابع اخر فقره بحلقتنا خليكم برفقتنا ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مثل ما صرتوا تعرفوا عم نقدم لكم بكات ووك نصايح بمجال الموضة تيبس من بلوك لايف اند ستايل اند كو كيف معقول تلبسي البوي فريند جينز على السهرة الفول فور سكارف لحفل عشاء او كوكتيل بارتي موضوعنا لليوم هو الكلوزت اورجانيزيشن او ترتيب الخزانه ثلاث طرق فيكن تلبسوا فيها المعطف الزهر هالشتويه ومن اهم القطع اللي لازم يكونوا عندكم ستيتمنت نكلسز فيليب ليم سان لوران بالما ريك اوينز شو بتختاري انت كل هالتوبكس فيكن تلاقون بمحل واحد بكاتو كاتوك يوميا الساعه 6 المساء على ال بي سي بس لحظة بس لحظة فنان العرب محمد عبدو في ألبوم جديد أغنية سينجل بس لحظة خذني لك أوفى حبيب بس لحظة بس لحظة قبل ما عني تغيب أغنية سينجل بس لحظة حاليا في الأسواق إنتاج وتوزيع روتانا ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار عودة
العودة لمتابعة آخر فقرة بحلقتنا مع الممثل والكاتب جورج خباز والناقد السينمائي الياس دمر. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. أهلا فيك جورج. لعندك دغري هيك. حاضر. يعني آخر فترة فينا نقول إنه الساحة عم بتعج بالأفلام اللبنانية. أربع أعمال في حبة لولو. لا خلينا نبلش بغادي. غادي. لا بلشي باللي بلش بالأول. حبت لولو. غادي. غادي. عصفوري. بيبي. وبيبي. شو فينا نقول على هالحركة هيدي؟ أنا مبسوط لأنه أول شيء حركة، الحركة بركة مثل ما بيقولوا. هيدي بالعنوان العريض. بعدين كمان في عدة أنواع، يعني مش عم ينزل نوع واحد من الأفلام. كل فيلم هو نوع، هو جار قائم بحد ذاته. يعني حبت لولو يعني. غير غادي كليا، غير عصفوري كليا، غادي عصفوري غير بيبي كليا. يعني كل واحد جاي من مدرسة على صعيد نص أو على صعيد تمثيل أو حتى على صعيد إخراج، فما بيتقارنوا ببعضهم. هذا الحلو. الحلو أنه عنا أربع أفلام من كذا نوع، كل واحد هو بيشوف أي نوع بيحب وبيفوت وبيحضر. وأنا بنصح لبنانية والعرب الموجودين بلبنان يحضروا كل الأفلام اللبنانية. أول شيء تشجيعاً، تاني شيء لحتى نحن نعرف آرائهم، نثبت الحسنات ونجرب نتعلم من السيئات. نحن كنا عم نعمل مقارنة لنحكي عن حركة السينما اليوم كيف عم تنهض. هل برأيك اليوم هيدا النهضة يعني بتبشر بعصر جديد بعالم السينما كنا مفتقدين له من قبل؟ أكيد بدون شك. في شغلتين كتير مهمين. أول شيء الأكاديميات السينمائية يلي تأسست تقريبا بآخر الثمانينات بلبنان بلشت هلأ تزهر معالمها. بلشوا هالمخرجين تبين أعمالهم يلي تخرجوا من هالأكاديميات. بعدين التمثيل تطور كتير بلبنان. أكيد التقدم بطيء بس تطور. شغلة ثالثة مهمة كتير على صعيد نص، صار شوي الأفلام نوعا ما بتشبهنا، تشبه هويتنا، مرايه لمجتمعنا. بالاول كنا كثير نقلد الغرب، نقلد مواضيع ما قلنا عليها فيها، نقتبسها او نستثمرها، نستوردها من الغرب. هلا لا، صار في عنا هويه تقريبا للسينما اللبنانيه، بغض النظر هالفيلم قد ايه بيبقى او قد ايه ما بيبقى عم بحكي بعدين بارشيف السينما. في افلام بتخلص وقت بتخلص، يعني بس يشيلوه اخر عرض خلص خلص الفيلم. وفي افلام بتبقى بتاريخ السينما وبيضل ينحكى عنها ويمكن تكون محطة بهالأرشيف هيدا. طب هل أفلام يلي وجدت قبل وما نجحت، هل برأيك لأنه كنا عم نجرب نقلد الغرب؟ لا، في بعض الأفلام كانت عم تبحث بعد عن هوية ما. في أفلام كتير منيحة بس كان بعد الجمهور اللبناني، لأنه بتعرف في زمن الحرب كان في شرخ كبير بين الجمهور اللبناني والثقافي بشكل عام، عم بحكي عن الأكترية، فكان بعد الجمهور مش حاضر لأنه يستقبل هالنوعية من الأفلام. بعتقد هلأ على كل الأصعدة، على الصعيد الأكاديمي، على الصعيد العملي، على صعيد الجمهور، صار فينا نقول إنه ها حطينا أول إجر بعالم السينما يعني. الحمد لله. الياس أنا بدي أسألك شو رأيك بغادي؟ مش لانه جورج هون يعني. جورج بيعرف رايي من اول عرض. يعني انا بدي اقول لك انه غادي صرت حاضر مرتين، هذه لوحده دليل كيف اذا انا انبسطت بالفيلم بغض النظر عن الانتقادات اللي ممكن نوجهها لاي فيلم. وهون بدي اوصل هلا بهالحديث لنقطه نحكيها مع جورج. ترجع رايي انا الشخصي، غادي مثل اي فيلم هادف بيخرج عن يمكن السطحية. غادي عن جد في مادة سينمائية مهمة، في رسالة هادفة مثل ما دايما عم نحكي نحن وجورج، عم وصلها بطريقة كتير سلسة للعالم. وعن جد يعني في هون كادت كبير لجورج ولكل المسلين اللي معه عم يجربوا. يعني هلأ حكيت جويس عن شيء أنه عن نهضة السينما اللبنانية. أنا بتمنى معلي رح يكون صريح بلك نوصل لنهار يكون في نهضة، لأنها بعد ما بسميها أنا رينسانس. بعد نقصنا إنتاج يكون مهم. ومن هون منوجه رسالة لكل الرأسمالية إن كان اللبنانية بلبنان أو كل العالم، شوفوا غادي، شوفوا كمان أفلام المخرجين كل بقية ما بدنا نستثني، يعني إن كان زياد دويري، إن كان نادين لبكي، اللي عم يعطوا فعلا سينما حلوة، عم يعطوا صورة حلوة للبنان. هيدي السينما اللي تدعموها. وبنفس الوقت بما أنه السينما هي إبداع وهي تسلية وهي بزنس، بتفهمهم وأكد لهم أنه هيدي رح تكون بزنس مهم لألهم، يعني بيتشجعوا. ما بدنا بقى هالخوف، بدنا بعد إنتاج أكبر ورح يكون في كل أنواع. يعني أنا منا عم نجي ننتقد ونقول أنه أفلام يمكن موضوعها بسيط ما بدنا إياها تكون موجودة، لا، بدنا الفيلم اللي إله رسالة هادفة مثل فيلم غادي مثل جورج. وبدنا يمكن جميع أنواع الأفلام بكل مجتمع موجود، كل أنواع الأفلام. أحلى شيء بغادي، معلش استطراداً لك ليس، أحلى شيء بغادي صار أنه قدر جمع بين القيمة الفنية وبين العمل الشعبي.
يعني غدي هلا بعد بأقل من شهر صاروا 60,000 شخص مشاهد حضروه، يلي هو رقم منه أبدا هين بلبنان، وبعده مستمر إن الله راد ورح يستمر لعيد الميلاد. بس أنا اللي بدي أقوله إنه قدر يجمع هالمعادلة الصعبة، لأنه عنا بلبنان يا فيلم تجاري بيور وما بيروح مهرجانات وما له قيمة فنية، أو فيلم له قيمة فنية كبيرة ولكن ما بينجح مع الجمهور. هيدا الفيلم من الأفلام القليلة جدا بلبنان يلي بتنعد على صبيع ايد وحدة، يلي قدر يحقق اثنين، يحقق اول شيء اعجاب من النقاد على كل الاصعدة، عم بحكي بنسبة كبيرة، الجمهور كتير حب وبده يشارك بكتير مهرجانات عالميا الله راد. والاحلى من هيك بدي اقول لك شغلي جورج، انه كمان كتير اشخاص صبايا يعني اولاد عمره 15 و16 و17 هول ما بيحضروا ابدا لبناني. انا عم بقول لك من ورا، انا عندي بنتي نعم بتقول لك انه غدي واو خي. وما بيفوتوا بيحضروا ابدا لبناني يعني خي. مجرد ما وصلت لهالفئه من الاعمار، هيدي شغله كثير مهمه. هذا اللي عم نجرب نعمله، نحن عم نجرب نصالح الشباب والصبايا مع السينما اللبنانيه، لانه كان في بعد شئنا ام ابينا، يمكن من وراء الافلام، يمكن من وراء سقفتنا نحن كجمهور، بس هلا لا، انا متفائل خير انه ها بلش يصير في مصالحة بين الجمهور وبين السينما اللبنانية. حلو كتير. جورج، أنا اليوم كلفة غدي إنتاجيا وصلت $1.5 مليون. مش عم تسمعني؟ بلا عم بسمعك. وصلت $1.5 مليون. عم بيعمل لي هيك. لا عم قرب تقشعك، أنا نظرة ضعيفة. وصلت $1.5 مليون. برأيك بسهولة اليوم رح بتلاقي دعم بأفلام جديدة؟ أول شيء تحية لجابرييل شمعون منتج الفيلم، ولأمين دورة المخرج كمان لما ننسى، لأنه فعلا كلنا فتنا بمجازفة بهالفيلم واشتغلناه من قلبنا، لأنه في رسالة فنية إنسانية سينمائية على مستوى عالي. هلأ أكيد بدون شك يعني سوق برا هو اللي بده يشفع بالأرقام اللي عم تنحط، يعني نحن هلأ متكلين الله راد، في موزعين كتير حبوا غدي، هني أجانب رح ياخدوا غدي ووزعوه بكل العالم لحتى يتشاهد وينشاف. حلو. إذا بدك صورة الحلوة بالسينما اللبنانية بطريقة غير مباشرة على صورة لبنان، لأنه للأسف صورة لبنان برا للأسف الشديد حرب ودمار وخلافات وإلى آخره. بتصور نحن من خلال الفن يلي هو رسمالنا الوحيد، لأن ما عندنا شيء تاني نفتخر فيه، من خلال الفن والثقافة تحديدا بالسينما لأنه عندها انتشار واسع، بتصور أنه بنقدر نفرج صورة لبنان الحلوة. جورج، ياريت هيك شوي بنحكي عن القيمة الفنية تبع هالفيلم هيدا، الإضاءة، الشوارع يلي صورته فيها، هالأحياء يلي صورته فيها. تحية لكريم غريب يلي هو مدير التصوير، عمل صورة رائعة، موسيقى نديم مشلاوي بتاخد العقل، الممثلين الرائعين يلي قدموا مستوى كتير عالي، وفي منهم اشتقنا لهم كتير لهم زمان ما طلعوا، وهن معتكفين اختياريا ما بدهم يمثلوا لانه ما في نص عم يستفزهم، واذ بيجي نص غدي بيستفزهم وبيرجع على الشاشه ناس كثير بنحبه ونشتقنا لهم، مثل كميل سلامه، مثل منى طايع يلي هن اصدقاء وزملاء لإلي، وعلى راسهم الاستاذ الكبير استاذ انطوان ملتقى. نعم. يلي صار له حوالي 30 سنه ما اشتغل لا مسرح ولا تلفزيون ولا سينما لانه ما في شيء عم يرضي طموح رجعته، واذ بيجي غدي نحن كنا عم نعمل اوماج لهالانسان وعم نعطيه دوره بيشبهه، هو دور استاذ الفن يلي بيرتقي بذهنيه الناس، واذ لقينا انه هو عم يعملنا تكريم لانه وجوده بالفيلم اضاف قيمه كثير كبيره للفيلم. حلو كثير. طب جورج، اليوم في مواهب كتير موجودة بلبنان، بس عطول كنا نقول انه المشكلة هي انتاجيا، هل فيها نحصر بس هالمشكلة هون؟ لا، المشكلة اول شيء مشكلة نصوص ورق بالاول، يعني لانه هو اللي بدك تبني عليه، هو الهيكلية، هو الخريطة تبع العمل. بعدين اكيد في عنا مشكلة الانتاج، هودي مشكلتين اساسيتين، لانه عنا قدرات اخراجية، عنا تقنية صرنا بمستوى كتير عالي والفضل بيعود للجمعيات، مواهب للجمعيات تمثيلية كمان. نعم. وعنا مواهب تمثيلية طبعا كمان، تمثيلية اخراجية، واليوم شفنا امين دورة شو عمل بالفيلم، يعني عنا مواهب كتير عالية على الاصعدة هذه، بينقصنا بس مشكلة النص، مشكلة الفكر بقلب النص والفكرة، يعني ما بتكفي الفكرة لوحدها، لازم تكون حاملة فكر. أكيد. والفكر لوحده ما بيكفي، لازم يكون مغلف بفكرة، وإلا الناس بيتعبوا وممكن يزهقوا وممكن ما يحبوا الفيلم. فالفكر والفكرة كتير مهمين بقلب الفيلم، وهذا اللي نحن كشباب عم نجرب نعمله. يعني فبتصور إذا في نص حلو مع إنتاج بيليق بهالنص، بعتقد إنه نحن بنتخطى كل صعوباتنا. جورج، أي متى رح أسرع كمان؟ طبعا. أي متى رح يكون الفيلم موجود بالإمارات؟ والله مش عارف، انا بعرف انه هلا في موزع كتير كبير
عنده شركة كتير مهمة، أخذ الفيلم وهو رح يوزعه بكل العالم العربي والغربي. بس أنا بقدر أقول إنه الفيلم شارك بمهرجان الدوحة قريبا، وقريبا جدا رح تسمعه بمشاركته بفستيفال كتير كتير مهم، وفينا نحكي هلأ بس يجينا الأوكي الرسمية. الأوكي الرسمية إن شاء الله. نحن وياكم هلأ رح ننتقل إلى أبوظبي لعند زميلي هدى لنتعرف على فقرات برنامج سيدتي لليوم. مساء الخير هدى. مساء الخير يا نانسي، شلونك؟ الحمد لله، أنت كيف؟ الحمد لله تمام. يعطيكم العافية نانسي أنت وكل فريق برنامج ببيروت على المواضيع اللي تطرحونها، وإحنا بعد في حلقتنا لليوم عندنا الكثير من المواضيع الاجتماعية الثقافية والصحية اللي تهم كل امرأة عربية وخليجية. اليوم نتكلم عن طفل بعمر 4 سنوات تم تركه على الشارع، وتقوم جمعية البر بجدة برعايته منذ 3 شهور دون أن يسأل عنه ذويه. نتكلم أيضا عن تقطعة الأصابع والأسباب الصحية والنفسية وراءها، وفي فقرتنا الفنية اليوم نجوم وأضواء بنرصد آخر أخبار المشاهير والفنانين مع الزميل صبحي عطري. طبعا هذه نانسي بعض مواضيعنا بالإضافة إلى فقرات المكياج والموضة. نتمنى أنه مشاهدينكم مشاهدين الالبسي الفضائية اللبنانية ينضموا لنا بعد برنامج ببيروت على روتانا خليجية بعد قليل، ويعطيكم ألف عافية نانسي. مواضيع مميزة بالفعل يا هدى. أنا كمان بدي أدعي الجميع ينضموا إلى قناة روتانا خليجية من بعد ما ينتهي برنامجنا لحتى يتابعوا برنامج سيدتي. وبدي ادعيك وبدي ادعي كل المشاهدين كمان بالامارات لما يوصل غدي يصير موجود هونيك بالسينما انكم تحضروا، لانه فيلم مميز جدا. ثانك يو لك هدى. جورج، قبل ما نختم معك في سكوب بدك تعطينا اياه اللي هو بيحمل اسم وينهم، خبرنا عنهم. اوكي، وينون هو فيلم من كتابتي كتبته قبل غدي حقيقه، وما كنا عم نلاقي الجهه المنتجه لانه فيلم صعب شوي من الافلام اللي كنا عم نحكي عنها يلي هي تحمل كتير، يعني ما بتحكي قصه، هي مجموعه حالات نساء كل وحده مخطوف لحدا بالحرب. هالفيلم الحلو فيه اول شيء مضمون وبيحكي عن جرح بعده عم ينزف لهلا، جرح المفقودين في لبنان. ثاني شيء طريقه تنفيذه لانه تبنته جامعه سيد لويز الانديو، انتجته هو 7 شابترات كل شابتر بطولته امرأة. هالسبع شابترات كل شابتر عمله مخرج خريج الانديو، ففيلم بيحمل توقيع 7 مخرجين عم بيشارك هلأ بالمسابقة الرسمية بمهرجان دبي الدولي السينمائي، وإن شاء الله إن الله راد بيرجع بجوائز مهمة. حلو. النتيجة امتين يعني لازم تكون؟ لازم تكون ب16 ل17 هيك شيء. مهرجان ببلش ب6 اوكي كانوا الأول، وبيخلص ب14 14 كانوا الأول. يعني عنا جمعة أنا رح كون متواجد هونيك، وإن شاء الله إذا قدرنا نطلعكم، وعنا أمل كتير كبير. وبشكر جورج أنه هدينا لأنه كنت بدي أسرق منه، أنا سرق خبرية وينهم. أنا بفهمه هو بده يخلي كل شيء بوقته، يخلي خبر وينهم، بس أنا أكيد أنه كمان وينهم ما رح يكون أقل من غدي. بس هلأ وقت بعده لوقت لغدي، بعده مدعيهم لهم غدي 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 يحضروا الفيلم. أنا ما بعطيه أقل من 4 نجوم على 5، معلش بترك آخر وحدة خلي لأنه أنا بحطها آخر وحدة. بس أنا بس بدي أقول شغلة أنه غدي ما بيشبه أي فيلم لبناني قبله أبدا، عشان هيك بدعي كل المشاهدين إذا بدوا يضحكوا كتير يتأثروا تأثير حقيقي من القلب يجوا يحضروا غدي، لأنه غدي فيلم يستحق المشاهدة. وهلأ بعده بيعزوا بالصلاة، وبتعرفوا ما بيطول كتير بالصلاة مثل المسرح، معودين عليه بالمسرح 6-7 أشهر، الفيلم بالصلاة بيقعد 2 شهر لأنه في أفلام غيره بدها تيجي. أنا بدي أقول لك كل التوفيق لك جورج، إن شاء الله دايما هيك بتضلك تقدم لنا أعمال حلوة. طول عمرك. ثانك يو. ميرسي ليس. ثانك يو لكم، ثانك يو لإيجل فيلمز على الجيفتس اللي عم يعطونا اياهم دائما من هانج جيمز. بنشوفك اذا الله راد الاسبوع اللي جاي. انا رح اغيب عنكم جمعتين بدنا نكون بمهرجان دبي السينمائي الدولي. نعم. بس اذا الله راد نرجع بنشوفكم بالسينما. يلا تروح وترجع بالسلامة لكن. ثانك يو. ترجع لنا معك اخبار حرزانة. ايه ان شاء الله. اكيد معك. اكيد. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. ننسي خلصت حلقتنا لليوم، نحن اكيد بنودع كل المشاهدين وبندعي انه ينضموا لنا بكره كمان بنفس الوقت. باي.